يا صفية مش ربنا يسترها عليك ولا ترجع لنا بالسلامة. ايه هو في سلامة بيجي من وراها الشر يا جد الله؟ ولا سعيد؟ نعم يابا. نعم يابا. يا دي خشني كده وعرض صوته، افرد طولك. انا عايزك جدع، عايزك البرنج على العيال اللي في الحارة كلها، عايزك تبقى احسن من محمد علي كلايف. بلعب جودو يابا مش ملاكمة. كلها عافية، كلها عافية. اسمع سيد، انا لو غبت وما رجعتش تخلي بالك من امك ومن اخواتك. انت رايح فين يابا؟ سلام عليكم. ايه يا راجل، انت بتعود تقضي معايا الليل بطول، مالك متسربع كده؟ ايه ما بقتش عاجب ولا ايه؟ عيب لما تقولي على روحك كده. ده انت برنسيسه. ما انت مش مقدر اهو. معلش اصلي مش خلصان الليله، محتاج اللي باقي من عافيتي يا يونيا. يا لهوي، وكمان شايل المسدس، انت ناوي على ايه يا فود؟ خليكي في حالك يا يونيا. ها تعالى صلاح حبيبي، قول لعزيه. قول صحيح، هو ناوي تتجوز على امي؟ اقول لك ايه، شوف يا صلاح، امك تعبانه، امي غلبانه، ما تستاهلش اللي انت بتعمله فيه ده كله. يا ابني مش كفايه ان الزوجه تبقى غلبانه، الست كمان لازم تبقى. اقول لك ايه، يلا روح شقر على امك وشوفها لو تكون عايزه حاجه. يلا يا سلطان، انت لسه قاعد؟ بقول لك يا جد الله، ما تسيبني انا، وانا مستعد اجيب المصحف احطه على عينيا واحلف لك اني مش هفتح بوقي باي كلمه. اسمع سلطان، رجليك قبل رجلينا، خلاص مات الكلام. مؤاخذه يا رجاله، اتاخرت عليكم. انت طول عمرك كده، مزاجك مأخرك. يلا بينا. يلا سلطان. يلا ايه، اوعى بقى. يلا. طيب يا اخي روح. اوعى ايدك. اللي اوعى ايدك دي؟ ما تزقش ايده. اوعى ايدك. ما تزقش ايده. اوعى ايدك، انت عايز تزقش ايده. وقعت قلبي يا جدع، انا قلت الفلوس راحت. فلوس كده يا صلاح؟ يعني خايف على الفلوس ومش خايف على اخوك؟ مش القصد يا صاحبي، بس انت عارف الظروف. صح كده، بس بقول لك ايه، شفت الواد عامل زي الحيوان؟ مش قوي كده. مش قوي كده. شو يا عم، شو انت مجنون ولا جنات؟ مش في حدا بيقدر على ابو خرست؟ يا ابو ريك، ابو السيد، ربنا يعني سعيد بسعيده، انا هروح اشوف المصلحه. ماشي، بس بقول لك ايه، في الهادي ومش عايزين مشاكل يا صلاح. عيب عليك يا سيد، سلام. مش معاك؟ عيب عليك انت كمان، ما تقول له حاجه يا سيد. ما تقلقش، البلد دي كلها ده عاطفه عندنا. طير يلا، خلي بالك، ربنا يستر، شايلك للتقيله. رقبتي يا ابو خرست. يا رحاب، يا ايه،
ما تجيبوا شمع ولا تولعوا اللمض اللي عندكم دي اللي انتوا اشتريتوها. رحاب. ايوه نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتي يا ايه؟ وانا ايه؟ سيد. ازيك يا نصر؟ وحشتني يا زين. سيد يا حبيبي. يا حوبة. حبيبي يا اخويا. تعالي حبيبي. وشك حلو النور جاي. وحشتني وحشتني يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي الحمد لله على السلامة. سلامتك يا بنت وكبرت. اخس عليك، مش كنت قلت لنا كنا طلعنا لك المطار ولا عملنا لك حاجة في البيت؟ ليه يا نصر وانا غريب ولا ايه؟ الواد احمد فين؟ وحشني قوي. فينك سخان؟ لحد دلوقتي ليه؟ اصل وردية بالليل يا حبيبي بيذاكر هناك، اصل في اخر سنة. مذاكرة ايه؟ ده العيال هناك 10 سنين مولعينها. اوعى انت بس يكون منامك ومولعة هو كمان. لا يا اخويا ده مؤدب. ما انا عارف طول عمري. الجوز دول عاملين ايه؟ زي الفل ماشيين على الصراط المستقيم على حطة ايدك يا اخويا. او غلاوتك يا سيد. والله يا اخويا. بس ده ما يمنعش برضه انهم عايزين ابو توكا. يا سلام بس كده بتعالوا. يا حبيبي يا اخويا. وحشتوني يا ولد الكلب. علي توكلت وهو رب العرش العظيم. مين؟ مين ايه؟ انا ابنك يا ولية. ولفتيني يا ام صلاح. صلاح يا حبيبي. خليك يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني. وحشتني يا حبيبي. وحشتني. وحشتني قوي يا ام. عامله ايه يا ست الناس؟ كل ده يا ضنايا اقصى عليك اهون عليك ده كله يا ابن الكلب. في دي عندك حق، ابن كلب ورمه كمان. بس وغلاوتك ياما، انت ما تعرفيش الحد ده كان وحشني قد ايه. والله يا ابني عفيت الدنيا كلها ردت فيها دلوقتي لما شفتك يا حبيبي. ايه يا ام صلاح؟ المطرح مالهم دهول كده ليه؟ والله يا ابني لو عارف انك جاي كنت قلبته فله. يا ولية تقلبي ايه وانت فيكي حيل؟ هو مش بسلامته عمل فيها 7 رجاله وفتل شنباته وقال لك هجيب لك واحده تخدمك وترعاكي؟ يا ابني ما تظلمش ابوك، انا اللي قلت له لا. انا ما بحبش يعني ريح غريب جنبي. الله، امال انت مين اللي بيخدمك؟ مين اللي بيرعاكي؟ كتر خيرها وربنا يسترها يونيا. اهي بتشقر عليها من وقت للتاني وبامانه الله مش مخلياني محتاجه حاجه خالص. على اخر الزمن الغريب بقى هو اللي بيخدمك ياما. معلش ابنك رجع ومش ماشي تاني. والله العظيم لا اقعد تحت رجلك وما خليكي محتاجه حاجه ابدا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وحشتني وحشتني يا حبيبي. وحشتني يا دنا. وحشتني يا ولد. وحشتني قوي. ويا ترى بقى اجازه صغيره زي كل مره وماشي على طول يا سيد؟ والله يا حبه شكلها كده تطول المره دي شويه. بجد؟ او النبي يا اخويا خليك بقى معانا. سيد هو في حاجه حصلت؟ ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه. كل حكايه ان انا زهقت وعايز اركز واحط شويه. كلمة أبوك الله يرحمه. الله يرحمه. طالما جت السيرة بقى على دخلة سيد أهو، بقالي أكتر من شهر بتحايل عليهم نروح نزور أبوكوا ومفيش فايدة، محدش راضي يكبر بخاطري. بس يا بنت أخوكي لسه جاي من السفر. سيبيها يا نصرة، معلش. أنا كمان أبوكوا جاي على دماغي بقاله شوية حلوين. ربنا يخليك ليا يا سيد، والله حلمت بيه مرتين الأسبوع اللي فات. عايزة أقرأ له الفاتحة كده وأختم له بعدية ياسين تحنن عليه تربته، أصل وحشني أوي يا سيد. الله يرحمه. طب يا ستي ما تزعليش، هتروحي تزور ابوكي وهتقري له الفاتحه ونوزع له رحمه نور كمان. فيهم يوزن بلد. جري يا نصر تاني ما ينفعش. خص عليك يا سيد، يعني انت عايزهم يكملوا عشتهم مقطعين عن ظهر ابوهم؟ بعدين بقى احنا لا نحلوا هنرجع نربطه من جديد. ما قلنا ما ينفعش مليون مره ما نفتحش بقى السيره دي تاني. ابويا صعبان عليا يا ستي. ما صعبان علينا كمان. اللي هو فيه ده اكرم له ميت في سيرتهم وعايش جواهم احسن ما يكون عايش قدامهم وميت قدام عينيهم. اسمع بس الكلام وعيليه. البنت اهدي لو عرفت ان ابوها تاجر مخدرات ومحبوس العمر ده كله ممكن تموت فيها. ولا رحاب؟ تخلي بقى رحاب دي جالها عدله. اهل العريس لو عرفوا انه سوابق هيحصل مصيبه. ولا البيت بتاعنا الكبير
الدكتور بتاعنا لو راح اشتغل ولا اتوظف في اي شركه وعرف ابو مين تبقى مصيبه اكبر. يا نصر اسمع الكلام، انا مش بعمل كده عشانهم هما بس، انا بعمل كده عشان وقبل منهم. لو عايل من دول راح للسجن وكسروا بكلمه ابوك فعلا ممكن يموت فيها. اسمع كلامي. السلام عليكم. هش من شافك يا سي صلاح. الف مبروك يا ست العرايس. الله يبارك فيك يا ابن جوزي. ايه يابا؟ ده انا غبت سنه عنك. جاي يا صلاح. جاي اطمن عليك. واطمن على امي اللي انا سبتها امانه في رقبتك. بس ما كنتش اصدق ان انا هرجع ليك اتجوزت. الا دي جوازك كام يا ابو سلطان؟ سته ولا سبعه؟ ويا ترى دخلت ولا لسه؟ جرالك ايه يا قط؟ انت مهيس وجاي هتشعوز علينا ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ده انت مربينا يا ابو صلاح وعارف. انا لو متشعوز اهد الدنيا. جرى يا صلاح؟ مالك يا اخويا؟ ما بالحب ولا هي امك بعتك يا عناي عشان تخلص؟ خلاص يا مره، اللي دخل امه في حكايه دي اخفي جوه. يلا. لا ذكر يابا، ذكر يا ابو صلاح. اطلع بره صلاح ورجلك ما تهوبش المطرح هنا تاني. يا بفهم حرام عليك، مش كل يوم في حضن مره شكل والاسم بيزغرطولك وبتطلع تنام. يابا الناس بتتكلم عليك وحش، بيتكلموا عليك وحش، افهم. بره ابن الكلب يا وسخ. انا اللي وسخ برضه يا سلطان. اخلص على بره. يا لهوي. اخلص يا مره. بره. ماشي يا ابو سلطان. الكلام ما خلصش. بس اعتبره حصل. مين اللي عمل في كده يا قط؟ انت مين؟ انت تعال. ولا حوكة؟ أيوة. أغار الحجر ده وقت لي 50 شاي. عينيا يا كبير. خليهم 50 يا حوكة، واعصر لمعلمك ليمونة في كوبايته. مش بتشربوا حادق برضو ولا أنا نسيت؟ روح على روح، ما تجيبش حاجة. خلاص نفسي قفلت. خير يا فودة؟ إيه أخوك ناوي يعمل مصيبة تانية وجاي تسبق بالمطاطية؟ أخوي أعرف ألمه كويس وأحكم عليه يا سلطان. دور البيع اللي منك، احكم عليهم وبعدهم عن سكتي. انت بتتكلم عن مين يا غلا؟ انت ابنك وابن صاحبك. ماله؟ راجعين من بره راكبين الشقاوه وعايزين يتاجروا في الصنف. صنف؟ انت بتقول ايه؟ ايه؟ بغني عليك. اسالها. سيد بوخارست جاني بنفسه لحد ما راح يطلب مني يشتغل معايا هو وابنك. قال ايه؟
فاكرين ان ايديا لسه متعاصف اللي فوتنا زمان. هما كلمتين يا سلطان، لا انت ولا العيال دي تفرقوا معايا في اي حاجه. فلو مش قادر تحكم عليهم انا اللي هحكم عليهم. وبجمله المعيز، لم لسانك يا فوده، وهي كلمه تحطها حلقه في ودنك، وانا على قديم وزي ما انا. لا انت ولا مية من النسوان اللي حواليك يستجروا يلمسوا شعرة من ابني ولا ابن جد الله، وكلمتين اللي في كوفك طرشتهم خلاص. يلا تكل على الله. مش قبل ما افكرك ان فوضى الاسمر عايش باسمه وسمعته النظيفة، حد فكر يلسن عليه كلمة براني ولا دماغه جابته يقلب في دفاتره القديمة، يبقى بيستحوق اجله. وانا بقول الله قادر اعجلهوله. لا رجولة، رجولة مندوب عزرائيل. دكتور طمنا والتحاليل طلعت زي الفل. الحمد لله يا حبيبي. مفيش تاكسي عايز يقف ليه؟ يا حرامي يا حرامي يا صلاح يا ابني. ايه يا امه؟ توك ما افتكرتي؟ ايه؟ ابنك موحش كيش؟ وبعدين يا معلم فوده، انا بقالي ساعتين راكب معاك العربيه، عملت تجيبني يمين وشمال، ولما مؤاخذه في الاخر ما فهمتش حاجه. ماشي يا سيد، البضاعه اللي انت غبيت عليها انت والواد صاحبك ولهفتوها تخصني. بضاعه ايه؟ انت راح منك لحمه؟ بقول لك ايه يا ابن جد الله، بطل استعباط وتعالى دغري. ما انا جيت لك في الدغري عملت لي فيها مفتي الديار، زعلان لي دلوقتي؟ تقوم تعمل الدور ده كله علشان اطلعك في النور واقول لك اني لسه ماشي؟ ماشي يا سيد، لسه في الكار وكبير معلمينه كمان. صح كده، بس انت ما لعبتها صح يا سيدي. علمني، البضاعه اللي انت غبيت عليها دي لسه ما تدفعش ثمنها، يعني مش في حيازتي 100%، وصاحبها المعلم عرابي ما بيرحمش، واحنا بقى ما يلزمناش رحمته. ما بفهم اللي غب غبه زي دي، يا اما يبقى قارح قوي ومستكفي، يا اما عليه العوض. وانت شايفني مين فيهم بقى؟ شايف عليه العوض في شبابك وفي صاحبك اللي تحت ايدي. اسمع يا سيد، قدامك سكتين مالهمش تالت، يا اما فلوس البضاعه اللي بعتها توصلني لحد عندي وانا حراضي الراجل واشتري خاطره، يا اما راقب صاحبك وبعديها رقبتك وربنا يصبر العروسه. والسيد بخارس يتخير بالنارين يا معلم. جايين منها دي انا مش عايزه اشوفه هنا تاني، يبطل خالص وتتعلموا تبقوا معلمين كبار. يا ست الكل انا كنت انا ما خلصتش كلامي. اتفضلي. والا والله العظيم لو ما نهيتوا اللي انتوا بداتوه لانهي دلوقتي حالا وبايديا واخلص منكم انتوا الاثنين. بالهداوه بس سعادتك، اسمعي الحكايه من اولها، واللي هتحكمي بيه هيمشي على رقبتي الكبير. ايه يا فودة؟ خلصت الشحنة بتاعتك وفضيت بقى وقاعد تلت مش كده؟ ما انا عارفة الحكاية كلها. اتنين عاملين معلمين كبار معرفوش يحلوا المشاكل اللي بينهم، فقام كل واحد زايق على التاني رجالته. هو اللي رماني بالزور. زور؟ يا راجل، امال الرصاص اللي غير بالعربيتي ده مين اللي طلقه؟ امي؟ جرى ايه يا فودة واحنا مالنا؟ اتضرب عليك نار سكر، لكن ما تقدرش تثبت ان عرابي هو اللي عملها، لكن هو يقدر يثبت ان انت ورا كل اللي بيحصل له ده، والا ما كانش راح لك لحد عندك في شوال. بالنسبه لي انت غلطت مرتين، مره لما اتهمته من غير دليل، ومره لما تصرفت معاه من غير ما ترجع لي. وعشان كده الشحنة اللي جاية كلها بتاعت عرابي. جات ريدي يا عرابي للمقابلة بتاعتك مع مستر هانك.
ايوه يا ست الكل، بس لحقت ايه دان. وميرسي انكم شرفتوني. صباح الفل. صباح الفل على اجمد نصره في النصريه كلها وضواحيها. يا ست الكل، انت مكرمشه وشك علينا ليه؟ هو انا صدر مني ايوتها حاجه لمؤاخذه؟ بقول لك ايه؟ ربنا يسترك. تروح لحالك وتسيبني في حالي، لحسن انا خلاص وصلت لاخري. وانا ماليش اخر، واللي يحب اخره عند حبيبه. طب وكتاب ربنا؟ وكتاب ربنا المجيد انا بدعيه كل يوم انك تبقي بتاعتي. ارضي بقى، ارضي، ده انا شايف القبول في عينيكي. طب اقول لك حاجه، مالكيش نفس في حته لحمه بتلو كده تحطيها لمؤاخذه على صدرك تطهري قلبك؟ عيل يعني. اسكت اسكت واكتم خالص، خلي لسانك جوه بقك لبلعهولك. عليا النعمه من نعمه ربي لنزله على دماغك سلاحك نصين. انت بترفعي الشبشب على مين يا ماره؟ مين دي اللي يا ماره يعني؟ انتي. وعلى الحرام من ديني ورحمه امي لكون متجوزك غصب عنك قبل ما يكون برضاكي. ليه يا اخويا؟ هو كده؟ مين ديالا اللي ماره؟ وريالا السعاده؟ يا بنت انتي اجري باللعبه دي بدل ما اشقك. راح فين؟ راح فين؟ كلمني انا يا نصره. مين يالا انت هو اللي ماسك المحل ده؟ بومر يا باشا، بس على الهادي، احنا برضك محل محترم. اكتم يالا هتوب. على فين يا باشا؟ بس يا باشا 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 يا باشا اسمعنا. طيب يا باشا عم الراحة يا عم، جاي معاك خلاص يا باشا. اسمع ورا، كلم المعلم. يا كلم المعلم ماشي. ليه؟ شرف امي تربيك انا بيه للكلب. والنبي ما تشوف لنا حلفان عليه القيمه. شرف ايه اللي يجيب الاشكال الوسخه دي بس؟ وفيها كبير عالم وسخه يقول لك بيخلطوا السمين بالحشيش. وانت عرفت منين يا بولبول؟ عرفت منين ايه يا سلطان؟ ما انا كل ما اخش اكل الدهوي. اوعى تكون انت اللي احنا مش هنشرب حاجه غير الشاي ده. ولا عيني غير الحجر للمعلم يا ابني. عامل كام ده بالتمييز؟ ايه بنت الغباوه دي؟ ما ده اللي بيخلي زمان تطفش منك. اوعى تكون فاكرني عيالة صغيره بكلون ابيض عشان تضحك عليا. ما فهمناها خلاص. تشتري مني لغيري عشان تحرق دمي، وتشعوطني عشان تجيبني على ملا وشي. عشان تعرفي ان انت هبل، الورد انا كنت جايبهولي، ما دي الحاجه اللي هتخليكي تضحكي. ومين اللي روحه؟ مش عمايلك؟ تدخل وتخرج عليا عشان تعشمني، ولا انت واخدني ورث وانا مش واخده بالي؟ مكتوب على اسمي كمان. وعشان اثبت لك بنت بحبك كلها كام يوم وهنتجوز. ايه بنت في ايه؟ تاني تاني يا سعيد. يا بنت اصبري. طب جربيني المره دي. لما تعوز تتجوزني يا اخويا هاتني غدا من شعري واديني للمعزوم. يا بنت اصبري اديني فرصه، جربيني المره دي. يا سعيد الحقني يا اخويا. ارحى في ايه؟ حد جرى له حاجه؟ نصر نزلت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي وقافله تليفونها. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى. يا لهوي. انا عايشه مع ابويا وست اخوات صبيان في بيت صغير جدا، اوضه وصاله وحمام صغير تقريبا مكشوف. انا تعرضت لحالات مش عارفه اقول ايه. تمام تمام. اتعرضت لاغتصاب من واحد منهم من فتره طويله، وبعدها بقى بيعمل ده معايا عادي جدا. بتقول ايه ده؟ انت اتجننتي؟ احمد انت مش فاهم حاجه. انت مين اللي قدرت فيه؟ انت مخلص خالص. مالك يا واد يا صلاح؟ شكلك ناوي لحد على نية غبر. ايه؟ قولي ابوك شبشب لك؟ يونيا لم ليلتك عشان مش ناقص، وما تجيبيليش سيره الراجل ده عشان العفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. يا صلاح يا صلاح، صف نيتك ناحيه ابوك. ابوك راجل جدع وعتره والف واد يتمنى يتسمى باسمه. انا مش عارفه انت قرش ملحته ليه. ليه؟ عشان كتير اقلها امي اللي رميها في ضنك وماشي يوزع خيره على النسوان، واللي يغيظك ان هي راضيه ومبسوطه وتقول له كمان يا اخويا اديني على راسي بجزمتك كمان. امك بتحبه يا صلاح، واللي بيحب حد بيتمنى له الهنا حتى لو ما كانش في حضنه. يلعن ابو الحب اللي يذل صاحبه يا شيخ. انت بتقول كده عشان لسه ما لقيتش اللي تشوكك في قلبك وتشبشب لك. ايه ده ايه ده ايه ده؟
صدق شكلك لقيت هاويس اخو مخبي عليا. قول لي يا ودي صلاح، مين دي اللي انتصت في نوادرها وبصت لك؟ بعدين يا ولي لما يفني مزاجي هقول. لما ايه يا اخويا هفت؟ ان شاء الله الحشيش اللي طفحته عندي يطبق على مراوحك لما قلت لي دلوقتي هي مين. وربنا ما عرف البت دي من دون صنف الحريم كله عملت فيها ايه. اول ما المح طرفها بس تلاقي قلبي بينط من مكانه زي اللي واخد عيار، واما شفايفها يا دوب تتوارب عشان تتكلم، وداني بتتسكى عن اي حس حواليا الا حسها. حسها بيكتفني من كل جهه. تكتيفه عدلها اربعه يفكوها، بس تكتيفه ناعمه ولا تطوب الحرير. ولما تفرق عيني عليا الحرام بحس ان مشيتها بتقفل جفني سنه بسنه. ده انت غرقان في شوشتك. ويا ريته عاجب. وليه بقى ما يعجبش ان شاء الله؟ عشان الدنيا تمامها كده. انسي. وامتى ده حصل؟ وزي ما حدش يقول له فين سيد؟ جاي ورايا على طول، طلع بس على المحلات اللي بتورد لهم الشغل يسال عليها هو وميسي. هو جه اهو. ها سيد، وصلت الحاجة؟ مفيش حاجة يا عم سلطان، سألت كل الدنيا، مفيش حد يعرف عنها أي حاجة. طب حد سأل في الإسامة؟ بلبل لسه مكلمني، مفيش ولا بلاغ. طب أنا هطلع لمستشفى أحمد ماهر ومستشفى المنيرة، اللي يوصل لحاجة يكلم التاني. لو عرفت حاجة كلمني على طول يا عم سلطان. مخا. يا بلبل، طمني في جديد. زي ما قلت لك كده بالظبط، دفتر الحوادث الحمد لله هي مش موجودة فيه خالص، ولا في اسم السيدة ولا في نقطة المنيرة. بس بقول لك إيه؟ وأنتوا بتدوروا على عيل تايه اسمه عمر. عيل تايه مين وعمر إيه؟ اسمه عمر أحمد عبد الحليم. أمين الشرطة صاحبي في اسم السيدة، هو قال لي كده إن الست نصرة جت على العصرية كده عندهم وقدمت بلاغ اختفاء عن عيل بالاسم ده عنده حوالي 15 سنة، فقلت أسألك يمكن في علاقة بين الموضوع ده وبين غيابها يعني. بتكلمي مين أنت كمان؟ لا يا أخويا أصلي. أصل إيه؟ تعرفي حاجة عن نصرة مخبية عليا؟ يا لهوي أنا أعرف حاجة. ما تطلعي يا بنت في إيه؟ في إيه يا سيد مالك؟ أصل هي اتخانقت مع الواد حمادة وخدت في وشها كده. حمادة مين؟ حمادة الطيب؟ ايوه. وبيحكي مع اختي في ايه؟ بس الفتحة موضوع الجواز تاني. تاني ايه؟ هو كان في اولاني؟ ايوه بس هي سكته بالجامد. من ورا ضهري يا ميسا. بس يا سيد حرام عليك. انت كمان. ما خلاص يا ابوخة بقى، ما الست كده في ايدك حرام، طلعهم انت بس وانا هقول. هو فين ابن الحرام ده؟ عندي المصلحة دي طلعها. تعرف مكانه؟ اعرف يعني. اطلع يا بنت فوق. اطلع فوق كويس. يا عم بقى. تعالى قول لي في المكان. في ايه مالك؟ قلت لك عندي. وريني هو فين؟ يلا بينا. انت تستهبلي؟ هو في واحدة محترمة بتعمل اللي انت بتعمليه ده؟ يا احمد والله العظيم، والله العظيم ده كان تمثيل، انا وشي ما كانش باين اصلا، افهم بقى يا اخي. تمثيل ايه؟ قولي الكلام الزباله ده قدام الناس وتقولي تمثيل، وانت من امتى ليكي في التمثيل ده اصلا؟ وانت مالك؟ بس بقى يبقى انت واخوك كمان. شوفي اختك المحترمه اللي فرحانه في كل حته. انا محترمه بقى من عندك، انت تعمل ايه يا راجل ولا ايه يالا؟ راجل غصب عنك يا سافله يا بنت. بس خلي الولاد يفوتوا على خير. بس بقى انتوا مش دغيانين باي حاجه، واحنا مش لاقيين نصره من الصبح ولا عارفين عنها حاجه. يعني ما حدش عارف عنها حاجه. حمامة الطيب زياره. يا طارق يا سيد، انت ايه في علاقه ان ورايا طيب؟ وراح من ابوك محصل. انا كنت رضا في الحلال يا جدع. طب لما انت رضا في الحلال تتكلم عن النسوان ليه؟ رجالتها ماتوا؟ امتى يا ياض؟ نصره فين؟ يعني ايه نصره فين يا سيد؟ اختك فين يا سيد؟ انت هتتصابط يا محمد. نصره فين ياض؟ اجيب عينيه. امتى يا ياض؟ عم علي الحرام مديني ما اعرف، انا هاذي نصره برضك. لا انت ولا 10 زيك يا ياض. يا عبد السلطان لقيتوها؟ ماشي. افتح يا بلبل. حلني من هنا يا نبيل، انا لازم اخرج. لا 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 حمامه تخرج فين؟ انت مش تستقلب بيا وكل ما اجي اكلمك تقول لي اصلي ايه؟ اصلي انا محصور وتسيبني وتمشي. يا عم حقك عليا، اللي تؤمر بيه هعمله، شوف انت عايز ايه. معلمك تجيب لي قراره. ماشي. اللي بعده. انت مش كنت محصور؟ انا عايزك تفك حصر قدام الجرابيع دي كلها وفي منطلونك، مفيش نقطه تنزل على الارض بسرعه. مالك يا سيد؟ من اول ما دخلت يا اخويا وانت وشك متغير. مالك يا اخويا؟ اه يا رجلي يا ما يا
رجلي. السلام عليكم. هو مش ده بردك؟ هو مش ده بردك بتاع الحاج عبد الرازق؟ عبد الرازق مين ياض؟ طب لا مؤاخذة لا مؤاخذة. خلفت من عبد الحليم يا بت؟ بس بقى انا اتكلمت. استغفريني يا بت. فاكراني ايه؟ فاكراني ايه؟ وانا اللي بحكي والحكي عن شرف اختي وانا ضفيتها يا بنت الكلب. والله العظيم في الحلال في الحلال والله. حلال يا بنت الكلب؟ الحلال من ورا ظهري. حرام يا بنت الكلب. ما هو جاي عملت ايه؟ قلت لا. قلت لك لا. انت عملت ايه؟ سلمتي له؟ سلمتي لنفسك يا بنت الكلب؟ خليتيه يدوس عليك بالجزمة يا بنت الكلب؟ مش عايز اسمع كلمة زيادة. اختك قاضة في الميزة ايوب. مفيش حد يستاجر يتكلم عنها كلمة وحشة. نصر ما عملتش حاجة غلط. وانا كنت عارف كل حاجة من الاول. كنت عارف؟ كنت عارف. وكله كان برضاي. ابن اختكم من هنا وطالع هيعيش في البيت ده. ومفيش حد شطاني وزه يفكر يدوس لها على خاطر هي ولا ابنها. لحسن على حرام لها هتفينه هنا. مفهوم؟ يلا كل واحد على اوضته. يلا احمد. عارف منين لقى في برنامج ارهاب؟ احمد انا ما اعرفش. ما تكدبيش. انت اللي قلتي له صح؟ انت ايه يا بنتي غبيه بتتصرفي من غير ما تفكري؟ اي انا كنت خايفه عليكي. ما كنتش عارفه اعمل ايه غير اني اقول لحد عشان يتصرف. يتصرف ايه؟ هو انا رايحه في مصيبه؟ ده شغل. تبي تبعتولي عشان يفضحني؟ والله العظيم ما كان قصدي. انا ما فكرتش في كده اصلا. انا قلت احمد طيب يعني مش هيعمل حاجه. طيب طيب وهوجيب اوظها بتبته يا اختي. بس دي غلطتي انا. أنا غلطة استأمنت واحدة زيك على حاجة. من هنا وراح يرحب الحساب وقتي. وكل واحد فينا عنده حاجة للتانية يطلعها. وتيجي شايف أختك نصر أهو. الفضايح بتتعرف بتتعرف. وأنتي عارفة أنا ماسكة عليكي إيه كويس قوي. ورحمة أمك لندمك وقريب قوي. مش عاوزك يعني تجيبنا على ملا وشي كده. ساكن دخلة الحريم دي أنا زي الفل أهو. إيه؟ أنا لازم أبقى عيان وبموت عشان تيجي تزورني ولا إيه؟ أنا قلت كده برضو. قاعد بقى فاضي عايز يجيبني ويرازيني وخلاص. مالك يا سيد؟ ماليش مالي. مدعوك بس حبتين في الشغل. بس متقلقش عليا. ابنك حامي وفوت في الحديد. تفوت في الحديد وتجيبه نصين ماشي. إنما تاخدك الجلالة وتدوس على حبايبك وناسك ساعتها أنا اللي هقف لك يا ابني. يا نهار أسود. تتقطع رجلي قبل ما توقف لي في حاجة. سيبك من الباكج ده. أنت مزعل خطيبتك ليه؟ البنت جت لحد هنا أهو وهي مفلوقة من العياط. ميسا جت اشتكت لك. ماشي يا بنت الكلب. طب انا حسابي معاها بعدين. جرايه يا سيد. احنا ما صدقنا انك هتتأهل. والبنت جت وقعت في عرضي. هتغيب منك وتتعرض لها عشان وقعت في عرضي ولا ايه؟ يا معلم جدالة انت ما بتعرفش عملت ايه؟ دي بتقرطصني. راح تخطب لنصرة من ورايا. طب اهبط. اهبط. هي حكيت لي على كل حاجة. الحقيقة انا عاذرها. البنت قصدها خير. ما رضيش تدخلك في الموضوع على ما تعرف مية نصرة ايه. وانت عارف دماغ اختك بقى اكتر واحد عارفها. صح. انا اكتر واحد عارفها. وعشان كده بقولك ما تقلقش. زعلت يومين وهتعدي. وعشان خاطرك انا برضه هظبط الموضوع. سيبك بقى من محن الحريم وزعله. وقول لي مالك وما تقوليش مفيش. زمان قلت ان الدنيا دي حياة ورصتها بالدم. وتمامها يا دوب. ربط على الجرح وتشمر لها وشك هتخاف منك وتجري. ما قلتليش بقى ان سمها بيفضل سارح جوه دمك وانت مش دريان. لحد ما بتهد بدنك وبتصعد عاجز قدامها. مفيش هده تجيب دغل بني ادم
قد هدت القلب. ما دام انت موجوع قوي كده يبقى الوجع جاي من قريب. وما دام قريب يبقى لازم تسامحه، عشان لو ما سامحتوش الدنيا هي اللي هتحاربك. ساعتها مش هتقع عاجز، هتقع ميت. أنا ما صدقتش لما جالي الخبر. فوضى الأصفر عندنا هنا. وحشتني، قلت أجيلك برجليا عشان تعرف معزتك عندي. إزيك يا فوضى؟ اقعد اقعد يا جدل. إيه هو ده لازم يبقى آخرتها يا صاحبي. سلطان قال لنا زمان وما سمعناش كلام، وأنا قلتها لك بعد منه وبرضه ما سمعتش كلامه. الظاهر الحكاية دي تمامها كده، تتقال ومحدش يسمع. ولا عمرها هتتسمع يا جد الله. كرنكر عينين مفتحه وقلب حرنان على الزياده، مش كار ودان مستنيه تسمع اللي يطمنها ويضحك عليها بكلمتين. شكل الحكايه جاي من قريب، من اللي منك. لو انت السادق، من اللي منك انت. سيد ابنك يا جد الله. سيد ابني؟ استغرب ليه؟ سيد اللي دخلته بيتي وتجارتي وشاورت له على سكه الدنيا يرمح فيها زي ما هو عاوز، ومع اول حفره زقني ولادم عليا بلاوي. الا وسيد ماله ومال تجارتك وبيتك ودنيتك؟ ايه؟ لو تراب العنبر اللي عايز مال ولا ايه؟ ابنك في الكرمن قديمه يا جد الله، جالي محمل بالصنعه. سيد ابني؟ وانا لاجل خاطرك رديته عن سكتي مره واتنين، لكن هو بقى حطني في دماغه سيد وخيرني، يا يبقى معايا يا عليا. وادي اخرتها، ضربني في ظهري ورماني هنا. اسمع سيدي، سيد جد الله ليها مقامها. سيد جد الله ما يطعنش حد في ظهره ابدا، لانه سابع وراني. واذا كان داس عليك يبقى انت اللي ابتديت معاه بالشر. لولا انه خد حقه منك كان هيبقى لي كلام تاني معاك. تمام يا جد الله، بتشجعه على الغلط يا جد الله. ولا اللي فاكرك هتجيبه يحق نفسه ليه على اللي عمله؟ لا انا ما حدش يقع بيني وبين ابني، ابن راجل. ولو اختار سكته حتى لو مش عارفاني يبقى هرشها وعارف تمامها. يا جد الله اسمع. الا سيد انا مش ناسي وقفتك معايا زمان وعيالي، لكن انا خارج من هنا على طبيتي ومش هخسر لو بعتك على هناك قبل مني. اوعى تاذي سيد او حد من عيالي، فاهم؟ انت سيد، انت اللي عملت كل ده؟ انا عمال اقول الناس عماله توقع كده زي ورقه طمنه بزقت صباع واحده ليه؟ أو طلع بصباح حبيبك، أنا اللي شاعت فيه وأخوه رامين. شفت بقى الدنيا حلوة إزاي؟ حلوة إيه؟ أنت بتهزر يا سيد؟ لازم أهزر، دي عالم هافة وأذيتها وجهة. أنا ما تكلمت يا سيد، كنت عامل أقول لنفسي إنك هتعمل وشي وخلاص. طلوس إيدك بالدم يا سيد. طب إيه ده؟ أهدأ إيه إلا دم؟ ما تهدأ طيب في إيه؟ أنا مش بلطجي ولا غاوي أطيح في رقاب الخال. فودة هو اللي ابتدى بالشر، أخوه كان عايز يخلص مني. كنت عايز أعمل إيه؟ أتفرج عليهم وهم بيغربلوني؟ مهما قلت يا سيد، مهما قلت مش هتعرف تبيعها لي. فاكر يا سيد؟ فاكر قلت لك ايه اول ما جيت تدخل السكه الشمال دي؟ قلت لك تجاره الصنف مش زي ما بتشوفها في الافلام، ارشاها في الاول حلو صحيح، بس في الاخر يا شغلانه وسخه بتنتهي بزعله كبيره قوي وحسره ما حدش بيونسك فيها زي كل حكايه وليها دنيتها، واللي يزق نفسه في حاجه يستحملها. سيد افهم، انت فاكر ان حكايه معوض دي كانت عدي بالساحل كده يا سيد؟ يا ابني افهم، الدم في الشغلانه دي زي الكيف، من اول يلف يلف ويرجع لك. خليهم يجيبوا معايا اخرهم. ابوس ايدك يا كبير، حليني بقى من المشوار ده، ويابا لو على تجاره فوضى حلال عليك وانا مرضي. مرضي ياض؟
ولو عايز سيجاره فود هشتري بيها حياتك. انت كلك كده على بعضك ما تسواش من ليه. طب يا سيد انا تحت امرك، اللي تؤمر بيها انا سديت، ولو عايز رقبه فود نفسه. انت ياض الوساخه اللي انت فيها دي، عرفت ان كلك على بعضك كده ما تسواش من ليه. انت ياض هات اللي في عبك. انا تحت امرك يا سيد. عايز تعرف ايه؟ مين اللي بقى اللي موجه؟ ومين اللي قالهني ورا حريق عرابي؟ انت؟ والمصحف منى ده الخسيس اللي اسمه الطيب. طيب عايز يخلص مني مش كده؟ اه ويخلص من فوده بالمرة بعد ما تعرف ان هو اللي ورا الليله دي كلها. وساعتها الليله تفضلكوا انتوا الاثنين بتبدي ابن الحرام على اخوك يا حمار. انت ما كنت اديته طلقه وتخلص منه على طول. حاولت وكلينا عليها انا والطيب والرجاله اتغلبنا، لكن طلعت لنا انت من تحت الارض يا سيد وخدت الطلقه بدل. يعني انت مش عرابي ها؟ كله بقص الطيب. انت عارفني يا كبير، طول عمري بطني فاضيه يعني، حب الزيطه كده وكبيري كلمتين كده افك بيهم عن نفسي. لا ما بتهيليش خالص الكلام اللي انت بتفكري فيه ده. امال ايه الموضوع يا سيد؟ السوق فيه حاجه مش مظبوطه بتحصل. تجار كبار قصادي عمالين ينهاروا. في الاول قلت صدفه او مشاكل ما بينهم وما بين بعض وبيصفوها، لكن بعد كده لقيت التاني اتقتل والتالت بضاعته تتمسك. السوق نفسه في حاجه مش مظبوطه. مش عارفه في ايه، مش عارفه. طب تعالي نفكر فيها واحده واحده. الحكايه مش عايزه تفكير. في حد جاي من فوق. قبل 2010 طلبوا مني العب نفس اللعبه ولعبتها بكل صياغه وحققت لهم النتائج اللي كانوا طالبينها منك. اوكي، تفتكر بقى ده بيتكرر تاني وطالبين اللعبه دي مع حد غيري؟ وبيعملوا كل ده عشان يخرجوك من الكدر. طب ما كانوا قالوا لك باي باي مع السلامه ولا انهم يبوظوا السوق بالطريقه دي؟ ده عارف اصول الحكايه. ده عايز يخلق كيان موازي للكيان القديم عشان يقدر يهد الكيان القديم باشكاله وصوره. لو اللي بتقوليه ده صح ما كانش حصل معاك انت لوحدك. أنا وروبيرو وصفية والعمرية كلهم كان حصلهم نفس اللي حصل لك. أنا شايف إن اللي بيحصل لك ده من حد قصدك أنت بالذات. حد عارف عنك كل التفاصيل. عشان كده مش ممكن يكون من فوق. ده أكيد حد من الشارع. تقصد تجار وموزعين؟ محدش يقدر يتحداني. محدش يقدر يقف قصادي أصلا. لا ما هو واضح جدا إنه مش مقدر حجمك صح. واد غشيم يعني. وبيعمل كل اللي يطلع في دماغه. آه بس ده كده لو يا ابن الصايعة. نعم، البضاعة اللي استلمتها ووزعتها كلها خلصت؟ هو لا مؤاخذة الاستغراب فين؟ إن أنا ما أقدرش أوزع كمية زي دي، ولا هو ده كان آخر المعلمين بتوعك؟ هو ده آخره، لأن في طاقة للسوق، والطاقة دي ما بتتغيرش من يوم وليلة. لا بتتغير، ومن ساعة لساعة كمان. حجم السوق اللي أنت بتتكلمي عنه ده اللي بيحدده المعلمين. فوضى وعرابي والوزان هما بقى مشكلتهم ان هما بيتعاملوا مع المخدرات ان هي حاجه بتسطل وبس. امال انت شايفها ازاي؟ انا شايفها زي بره. المخدرات ما ينفعش يبقى مقفول عليها للكيفه وبس، لازم تبقى موضه. لا مؤاخذه كده زي ما بتقول لايف ستايل. وده ممكن يتحقق ازاي؟ هنعمل لها اعلانات. نعم، انت شارب لك سيجارتين وجايين يهبوا عليا هنا بقى ولا ايه؟ اسمع مني واشتري في الهادي. المخدرات دي سلعة زي أي سلعة، لازم نعمل لها إعلانات عشان تتباع أسهل وأسرع. المخدرات دي السلعة الوحيدة اللي مش هيبقى في ناس بتبيعها وناس بتشتري. أمال هيبقى في ناس بتعمل إيه؟ اللي بيشتري هيبقى بياع، واللي هيبيع هيرجع يشتري تاني. سلم طالع نازل من فوق لتحت، سوق مفتوح ملوش آخر، واللي هيقع هيدخل مكانه عشرة. حلو. وده ياخد وقت قد إيه عشان تبان نتايجه؟ ياخد زي ما ياخد ورانا إيه؟ طول ما انت معايا ما تخافيش. بنت هتعمل عليا مكسوفه؟ ده انا سيد. بعدين ده انا حلفت لك برحمه امك مش هكسر قلبك تاني. قولي بقى لو مش هتكلمي مع سيد هتكلمي مع مين؟ قولي يلا مين؟ انت اللي قولي يا اخويا. بس انا مكسوفه شويه يعني، حاسه اني كبرت على الحاجات دي. كبرت على الحاجات دي؟ هو في حد بيكبر على الفرح؟ قولي ما تخافيش، قولي مين؟
ومقام السيدة لو يا بنت بقى ما تقولي في ايه؟ هقعد اتحايل عليكي. قولي على طول مين. ها قولي مين؟ حمادة. حمادة مين؟ حمادة. حمادة الطيب؟ والنبي ده ابن حلال وريدني. ده انا من ساعة ما شبشبت له لما ساق عليا البنت ميسة وهو عافف نفسه عن صنف الحل. عافف ايه يا نصر؟ ليه حمادة الطيب؟ اخر صبرك يبقى واد زي ده؟ يا بنت ده انت تقعدي تحطي رجل على رجل وتعززي وتختاري، ليه؟ ليه حمادة الطيب؟ والنبي يا اخويا ما تقعد تقول لي غني وتنزلي لسه في عز شبابك والكل يتمناكي. انا خلاص يا سيدي ما بقتش بطولي. يعني اللي عايزني وعايز اللي في قلبي لازم يبقى هيموت عليا. لا مش كفايه. انت في ألف واحد هيموت عليكي. يا بنت لو مش عايزاه ومش حاسه بحاجه نشوف غيره، بلاش حمادة الطيب. بحبه. بتحبيه؟ طب ازاي؟ ومن امتى يا نصر؟ والنبي يا اخويا متصعبه عليا اكتر من كده. حمادة الطيب يا نصر، انا مش عارف اقول لك ايه. مش هقدر افتح بوقي عشان قلت لك ورحمه امك ما اكسر قلبك تاني. اللي تشوفيه يا نصر طالما راضيه بيه وعايزاه ربنا يسعدك يا ستي. بقيت جد يعني؟ على عيني، بس المره دي مش قادر افتح بوقي وما وافقش. المصيبه اللي هي اللي عايزاه. حمادة الطيب يا نهار اسود. حمادة الطيب طول عمره تعبان اه، بس مش يمكن لو دخل بيتك يبقى في عبك وتأمن شره؟ اه ده اللي انت فالح فيه. شغال من طيباتي والسلام يا عم. نقطنا بقى بسكاتك. الله، هو انا ابقى في صفك مش عاجب؟ امشي خلافك مش عاجب يا سيد؟ هو لا كده نافع ولا كده شافع. بقول لك يا عم انت فكك بقى من العك ده كله واسمع مني الكلمتين اللي جايين دول. قول يا سيد. احنا نسافر بره تاني، هنقضي مصلحه البوريكي ونرجع على طول. سفر ايه؟ سفر يا سيد؟ انت دماغك ونونت ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش، وعارف ان الدنيا كانت مقلوبه علينا هناك، بس هو طب مني وقال لي الراجل مسافر مش راجع دلوقتي. الولايه قالت لك ايه يا سيد؟ مش قالت لك البضاعه كفايه اللي معاك والسوق بقى مترسته؟ ايه لازمه الدهوله؟ لازمته انه عايز اكبر يا جدع. مش هفضل طول عمر رقبتي تحت ايد حد. يعني هي تقول لك ما ينفعش وانت تقول ينفع؟ هي خايفه وهتتدار، بس مظبطه لنا كل حاجه بره ومظبطه الكاشات. قلت ايه؟ برضه ما ينفعش، فيها مخاطره. اسمع مني يا عم. اسمع كلام مين؟ خلصت الكلام؟ انا كده كده طالع، جاي معايا ولا لا؟ طب اسمع، انت خلصت الكلام؟ مش بوريكي هو اللي هيقعدك مع الناس هناك؟ خليه يسلك الحاجه ويجيبها هو. ما ينفعش. عمليه زي دي ما امنش حد غير نفسي. انا كده كده مسافر، طالع معايا ولا مش طالع صلاح؟ انا طول عمري في كتفك صح، بس انا بقى اليومين دول دماغي مش فايق. يعني ايه؟ يعني سيبني اطلع انت وخلينا ابقى انا عينك على السوق اللي داير فيه. وبرضه ما ينفعش اسيب ايه واحنا لسه في الاول. ما ينفعش اسيب ايه؟ ماشي يا صلاح، مش هوك، بس خلي قعدة النسوان تنفعك. الله يا سيد، فيها جدع. والنبي ما عارفه جرى لي ايه من يوم ما حبيت. زي اخويا ما كنت صالحت على الدنيا وعايز اخد منها كل فرحتها. ظلها سوا يا عمر، طالما معاك الطيب ما تشيليش هم الدنيا دي خالص. يخليك لي يا ربي. يا نهار ازرق يا جدعان، ده انا معايا احلى واحده في مصر. عارف يا حماده، احلى حاجه في حياتي قعدتنا مع بعض كده. طالما قلتي كده يبقى انت حاسه بالنار اللي جوايا وهتناوليني اللي انا عايزه. طبعا هحقق لك اللي انت عايزه، بس امسك نفسك، عندي كلمتين حلوين مش هتعرف تصلب طولك عليهم. لا، ما دام كلمتين حلوين ومش هعرف اصلب طولي يبقى اتقالي. مش هنا. امال فين يا اخويا؟ بكفايك مصاريف بقى يا حماده. الغالي يرخص لك. بصي، غالي واد صاحبي شغال في فندق خمس نجوم، عينته في العيادي، هيظبط لنا كده اوضه يقعد ساعتين، نروح نقول الكلمتين بتوعنا. ولا من شاف ولا من دير. قلت ايه؟ اوضتي ساعتين لمين؟ ليا انا. جرى يا ناصر؟ جرى ايه؟ انت هتعملي لي فيها بنت بموت ولا ايه؟ مش حال ما كنت مطلعها من ورا الخلب كله ولا حد يعرف عنك حاجه، وفي الاخر راجعه لي بشحط طولك. يا لهوي، ايوه واطي وسخ. يا ند يا ند. امال انت كنت مفكره ايه؟
هتجوزك واربي لك الشحط. انت اخرك يومين تعدلي مزاجه وخلصت. حسبتك غلط يا روح امك، روح اظبطها بقى عشان على الحرام دي. ما توفر عفتك يا طيب، ما تحتاجها قدام. قبل ما تهب منك اسمع مني زي ما سمعت من اختك. طب انا اشهدك على روحك وانت اللي تحكم. يا ده انا كم مره اقول لك ابعد عن سكه اختي وانت ما بتسمعش الكلام؟ كل مره تسمعني الامين وتلف من ورايا وترازيها. طب اعمل لك انا ايه؟ غلطان غلطان وراكبني حق اؤمر. يا ده انا اللي عاوز اختي مش بالسهل، لازم يستموت عليها مش يجيب ورقه كده من اول ثغره. طب مش فاهم. انا فاهمك، نصره دي اغلى حاجه عندي في الدنيا، وعلاها الحرام لو خيروني بين رقبتي وبين سعاده اللي هشاور على سعادها، وده اللي خلاني ارضى بيه. بس اسمع، انا رضيت بيك عشان هي اللي عايزاك، مش عشان انا اللي عايزك ولا انت تستاهلها. حبيبي يا ابوخ. طب اسمع بقى الكلمتين اللي جايين دول وعقلهم كويس يا حماده. لو شيطانك وزك وفكرت تضايقها ولا تنسي شعره منها اللي هتفنك تحتيها، انت فاهم ولا لا؟ فاهم. ماشي يا ابو ناسب. سلم السيارة. سلم يلا. انت مفكر انه انا راح فيه يوصل لك؟ ليه خواجة؟ انا حتى جالك بنفسي، مش محتاج يعني الناس دي كلها. بس انت ارتكبت غلطة راح تدفع حقك غالي كتير. وانا مش بايع. اثبت، خليك بتحركوا السيارة. هات يلا السيارة. لا يا رب. من ساعة ما سبت روماني وانا عارف عنك كل حاجة، ولو التعليمة اللي علمتها عليك أذتك في السوق بوعاني لا قادر ارجعك تاني. مين قالك بدي ارجع افتح بزنس انا وياك؟ سرقتلي اموالي، قتلت الشخص اللي كان ايدي اليمين، هيدا التصرف اللي عم تتصرف. وشو بتسميه؟ اسميه خرزانة، زي اللي بيضربوا بيها العيال الصغيرين في المدارس لما بيغلطوا. انسى انه كنا نشتغل مع بعض. انا اشتغل عشان معايا هتشوف عمرك ما تشوفه مع حد تاني، هتشوف السوق اللي نفسك تدخله من زمان. اكبر استهلاك للصنف فيك يا منطقه، واللي رجالته طول الوقت كانوا بينطروك. وانت بتعرف عقود الرجال تضمنهم؟ مالكش فيه، واديني واقف قدامك وبطولي وفلوسي حاضره. قلت ايه؟ بلد تكون عند شرق الحشيش، يعني شغلك كله راح يروح هدر على الارض بلا معنى. عشان تعرف ان انت سيس. الحوار ده كله فطش وملوش لازمه. الحوار ده معمول عشان العويل اللي تحت ايده مخدرات ينطرها في السريع كده ويمشيها، وساعتها يقع في حجر الحكومه ويبقى كده اتعشت. وهي البضاعه اذا دخلناها هنضمن ما تنجمعش؟ لا تنجمش، بس هتكمش منها 15%، ودول بقى بنعتبرهم كده زكاه عن عفتنا. وزي ما احنا بنشتغل الحكومة كمان لازم تشتغل، مش كده ولا ايه؟ اسمع خواجة، كلام كده من ابو ناهي، اللي بيني وبينك بزنس، وعلى قد ما تاخد على قد ما هتدي، بس خليك فاكر ان انت اللي محتاجني مش انا. اذا قلت لك ماني موافق. كل شيء بأوانه. معوض؟ الحمد لله على السلامة يا أخويا. أهو. اقعد يا أخويا. اقعد. ما تفزنيش يا أخويا. نفسي أزورك وآخد بيدك. بس ديك شايف.
خالص الكلب هو اللي عمل فيك كده. كان بيتهيألي فوله هتخش عليا برقبته أخوي، لكن الظاهر عارف يكسرنا أنا وأنت أخوي. لسه ما اتخلقش اللي يكسر المعلم فوده. قصر وكفاية اللي جرالك. جرالي؟ طب أخويا قبل ما تسد حنك عنك باللي جرالي، مش تعرف هو إيه الأول؟ وأنت يابا متهني في السجن زي البشوات؟ كان حبيبك معلقني زي الدبيحة ونازل في جتتي سلخ عشان أبيع له ليلتك يا فوده. خلصت يا معوض؟ لا يا فوضى ما خلصت. فضل يشكل عليا اخويا ايام وليالي ومعلقني من رجلي. لا عمل لك حساب ولا باين كرامه يا فوضى. قلت اكتم بقى انا. لا يا فوضى مش هكتم. بص لي يا فوضى، بص لي، انا بقيت عابس يا فوضى. بص لي بس مش بسبب بخارست يا فوضى، لا بسببك انت. دوست عليا اخويا قبل ما هو يدوس عليا، يوم ما بعتني برخيص وركبته على كتافي. أحمد أمي وأمك، وهخليه يتهنى بيوم واحد في الدنيا دي. هحصر قلبه اللي عنده، هخليه يتفرج عليه وهو بيروح من إيده مش قادر يهود ناحيته. حقك راجع، هلا راجع، فهمني؟ والطق عشرة. خد يا امك ملففك من الصبح مشاوري وراها. ما ينفع انا اقول لها لا. جدع يا استاذ، علم منك في ايه يا خي؟ ما ينفعش اقعد اتكلم معاك وتاخد كلامي تضربه في الحيطه وترميه ورا ظهرك. انا امتى ده؟ ما تعمليش فيه عبيط حماده الطيب. هو انا مش منبه عليك مليون مره تشغل الصرمه دي قبل ما تخش في الغباوه؟ دي مش غباوه، ده كان حق امي، واللي يدوس على امه يدوس على رقبه امه، ولما يروح فيها مستقبلك يضيع. ساعتها امك هتتبسط؟ اغور انا في داهيه، المهم امي. وبعدين هيحصل ايه؟ امك هتبقى بطوله والدنيا هتمطوح فيها يمين وشمال. عملت بقى حمار يعني ايه يا خي؟ يعني اخدان الحق حرف. ده ما كانش حق، ده كان طار. وياخده يا ماخدوش، يعني مات الكلام. مات الكلام؟ ياض انت بتقلدني ليه؟ اسمع ياض، اللي بيكشر في وش الدنيا وما تخافش منه بتقلب عليه في ثانيه. وانا ما شفتش منها قليل. انت ما شفتش حاجه اصلا. اوعى تفتكر غنيوه الملجا وحضن امك اللي وحشك ده خليك تشوف حاجه من الدنيا. لا لسه بدري، انت لسه ما شفتش حاجه، انت لسه عيل صغير. انا مش عيل يا خالي، انا راجل وكبير. الراجل يعرف تمامه ويعرف امتى يحط ايده بق السبع وامتى يماين. طب وانت عمرك ما ين يا دي النيله يا ابني، انت مالك بيا؟ اسمع يا اخر مره اقول لك على حاجه وما تعملهاش. يا انا عايزك تطلع راجل، مش سخنع الدنيا كده وخلاص. انا مش احسن واحد في الدنيا، في احسن مني كتير، ما بتوقفش عليا انا، مفهوم؟ هيتنح لي تاني، مفهوم؟ مفهوم. قوم غور شوف بتعمل ايه؟ مش فاهم ايه العيال دي؟ احمد، اكبر غلط يا احمد، ما ينفعش تمسك في اخوك. ده اخوك يالا. انت عرفت يا صلاح؟ بس سيد هو اللي زودها على فكره، وانا حذرته. حذرته؟ ولو برضه ما ينفعش تخسر اخوك عشان اي واحده مهما كانت، هو بقالك. خلاص بقى يا صلاح، انا ماشي. استنى استنى، انا مش جاي اضايقك ولا اعاتبك، انا بس ما يرضينيش يحصل بينك وبين اخوك حاجه وحشه تخلي النفوس تجزع وتشيل له قدام. بس انا ما عملتش حاجه غلط على فكره، انا كنت متجوزها مش ماشي معاها في الحرام يعني، هو اللي مش عايز يسمعني وعايز يمشي الدنيا كلها على مزاجه. أخوك عايز المصلحة، عايزك تبص لقدام. جوازك على سنة الله ورسوله ماشي وما قلناش حاجة، بس يمكن مش في وقته. وقته ده مين اللي حدده يا صلاح؟ صاحب الشأن ولا أخوه ولا الناس؟ صاحب الشأن طبعًا، بس أنت دمك بيجري في عروق أخوك، يعني لما بيقول لك لأ كأنه بيقولها لروحه، مش عايز يرازيك، وأنت عارف يا دكتورة وفاهم، مش أنا اللي أفهمك. يلا، يلا نروح على القهوة، نشرب سيجارتين معاه ونقعد نتكلم ونتصرف. فرط أنا يا صلاح، ماشي. ماشي. بشوقك يا دكتورة.
عادي، مش أول حد يستغرب، أنا كمان بستغرب. معقول موجة الشايب اللي الكبير قبل الصغير بيعمل لها ألف حساب تبقى بالبراءة دي مع الأطفال كده؟ أنا نفسي مش قادرة أفهم. مش لازم تفهمي تبستي وخلاص، خليكي زي العيال دي، بيشوف الدنيا لعبة صغيرة ما بيخافوش منها، ما بيحلموش بحاجة غير حقهم. إزاي وليه بقى ما بيسألوش؟ أقول لك على حاجة، بحب أكون وسطهم هما في السن، وعشان كده الملجأ بتاعي لعمر معين، أول ما بيكبروا بس ما بيخافوا. مفيش عيل بيكبر يا موجة. عندك أنا لما بشوف صورتي وأنا صغير ببص لحالي دلوقتي، في فرق بينهم كبير، مش شبه بعض في حاجة. هو كان بيشوف الدنيا حلو، وأنا طول الوقت بشوف الدنيا غامقة. بس أكيد فاكر ولو حاجة صغيرة عن سيد الصغير. لا مش فاكر، مش عايز أفتكر كده. واو، ياريتني كنت زيك، كنت قلت الدنيا وحشة قتلت البراءة اللي جوايا. كان على الأقل حيكون عندي مبرر اللي أنا بعمله، لكن أنا بعمل العكس. يمكن علشان كده بحب أكون وسط الأطفال، ما بخافش منهم، ما يعرفوش حقيقتي، ما بكسرش غير اللي بيخوفني أو اللي عايز يخوفني. وانا مش عايزك تخوفني يا سامي. قوي كده يا سامي، مش كفايه عضيت الايد اللي اتمدت لك؟ لا وايه، حطيتها كمان في حديد. انت اكتر حد عارف ان مهوض مش قد ليلتك، كان لازمتها يجيبه على ظهره قوي كده. اصل مؤاخذه غشيم، والغشيم ما يسواش مليم. وهو لما تسلم معلمك للحكومه مش غشوميه برضك يا سيد؟ معلش بقى معلم، حكم السوق. طب يا اخي كنت افتكر لما موجه طلبت رقبتك وانا اللي وقفت وتصدرت لها ودفيت ظهرك، كل ده ايه؟ ملوش كرامه عندك؟ الله، طب انا رديتها لك، هو مين يعني اللي زق موجه عشان تخرجك؟ يعني زي ما دخلتك زي ما خرجتك، نبقى خالصين. سيبك بقى من هري الحكاوي القهاوي ده كده وقول لي الدنيا فيها ايه؟ لاحسن السوق مليان معلمين. عيب يا سيد، انا برضك فضل اسمر، ما يصحش تساويني في المقام بغيري. اظبط قولك معايا. كرايه معلم فهود، هو انا لو بسويك بحد كنت لما قصدي شميتها؟ قصدك ايه؟ قصدي ان السوق كله مليان معلمين نزاهه، واحمد ربنا ان انت لسه ليك حصه في السوق. تواضع، التواضع حلو يا معلم فهود. مساء الفل يا معلمين. تواضع حلو ما قلناش حاجه، بس العلام احلى. انت لسه جديد في الشغلانه يا سيد، وكان لازم تبقى قاري ان السوق اوسع من غيري. وقولت زيك زي غيرك دي ما تكبرش، احنا داخلين على عيد يعني موسم، والست موجه. لا موجه ولا ادخل منها، الكلمه كلمتي والسوق سوق وحسابك مدفوع. يدوم يا سيد المعلمين، بس انا اللي احط ايده بق يا سيد اقطعها له. يا جدع في ايه؟ وانت بقيت على طول قافش كده؟ ده برضو المعلم فوده، هدي الدنيا عشان نرستق. يا رأي صلاح، هو رضا فوده هو اللي هيرستقنا ولا ايه؟ اتقل كده وبطل خفية قلب. ماشي. انت يا نيل حوكه؟ مفيش حوكه يا صلاح. ليه؟ كلته الرماله؟ ده كلو قطر. عايزك في كلمتين على جنب يا سيد. ما تجيب نهاية الكلام يا معلم، أكيد مش جايبني تضيفني وتهري في المهري ولا إيه؟ أبو المفهومية يا صلاح، أنت طبعًا عارف اللي عمله صاحبك معايا، صحيح ما سمعتش رأيك، بس كنت قاري في وشك إنك مش راضي، صح؟ تعالى في العدل يا معلم، وسيبك من وشي وكتفي والكلام ده. عايز اللي منعه عني سيد، الزيادة اللي كل التجار خدوها وفضل أسمر بقى خلاص المغضوب عليه. وعقلك بقى رساك إن أنا اللي هسلكها لك، مش كده؟ ده حقي. أنا ما بجورش على حد، وبعدين المصلحة واحدة، وأنا معاك في اللي أنت شايفه، رسيني ورسيك. وماله؟ هتدفع إيه بقى ولا تديني إيه؟
نسبة ولا عمولة؟ زي ما انت شايف. قولي بس بتفكر في ايه؟ بفكر ان لولا في مطرحك كنت حطيت عليك وخليت وشك الجميل ده زي الخرقة المش الفاضلة. الله ما تظبط يالا وتعقل كلامك. انت هبت منك ولا ايه؟ لسه ما هبتش، وده من بختك. مش صلاح سلطان اللي تجيبه تلغيب قرشين عشان يبيع شقيقه. شقيقه؟ بأمارة ايه يا اخوي؟ كان مشاركك في ملكه ومرسيك على اللي فيها؟ تحيا الله صاحبه، يوم ما يغضب عليك هيطوحك بطول دراعه. يطوحني؟ مالكش فيه، شقايق ونحلها سوا. يا تفكر لروحك. المقابلة ما حصلتش يا فودة، واوعى تبعت لي تاني عشان ما تزعلش مني وتتخنق من سيرتي. سلام. وتقول عايز ايه؟ حاكم انا راسي مش متحملة وما عنديش حل المناه ده. شوف يا است نصر، عالدغري كده انا طالبك في الحلال ومستني منك الامر عشان افتح اخوك. قلت جرى ايه راجل منك لي؟ انتوا فاكريني ايه؟ رمية؟ كل واحد معدي يقول لما نطلع على رمية اللي عايشة لوحدها اللي فوق دي يمكن نميل دماغها ولا نشتري سعادتها بكلمتين. سعادتها ما تسويش عندي كلمتين، يتسوي تقولها دهب. مهرك يا ست الستات وعهد الله حق قد تقل الدهب. بس يا جدع انت متنيهاش. انا خلاص حليت روحي من موضوع الجواز ده خالص. وبنفتشر كده لو حفظ واحد يبقى في حياتي على سنة اللي خلقك مش هيبقى لا مؤاخذة تاجر مخدرات ولا سوابق. يا اخويا صح، هتقول لي حاشا لله ده كلام الناس وكده يعني. كلام الناس في محله. محسوبك تاجر مخدرات ومكبرات قوي كمان. لولا جلسة السجل كنت حطيتها لك في البطاقة والباسبور، بس انا ما كنتش فاهم ان دي حاجة تزعلك. مش ابوكي برضه ربنا يفك سجنه كان تاجر مخدرات، واخوكي ربنا يخليهولك مش تاجر مخدرات برضه. فين العبارة بقى؟ انت بتقول ايه يا ناقص؟ اخوكي؟ لا، صوني لسانك عن العيب يا ست نصرة. انا بقول حق ربنا، ولو مش مصدقاني هو عندك اساليه. شوف يا ست الستات، قلبيها في دماغك وانا راعي الطلب والاشارة، بس وانتي بتقلبيها وزني حجم الراجل اللي طالب رضاكي. سلام يا بنت الوصول. ولا جاي استمر معاك ولا جاي ارازيك وترازيني. نصرة بنت جاد الله، تبعد عن سكتها احسن لك. يبقى انت وصل لك غرضي منها. شوف يا سلطان، اللي انت جاي تعرق بخطوتي عن سكتها دي دخلت دماغي وحششت خلاص. وبعدين لما واخذ انا جاي في الدوري وعيني على الحلال. حلال يا ابو حلال انت؟ طب إذا كانت هي صدقت الكلمتين الحمضانين دول، ده فاكر إن دول يخشوا عليا؟ أنت بتتجوز نصرة عشان تكسر بيها أخوها. قريتها إزاي دي بقى يا سيدي المعلمين؟ كرامة للنبي تنورني. كرامة للنبي اللي أنورك. ما هي نصرة أصلها مش هتقبل بواحد زيك. ذمته لا مؤاخذة ملطوطة ومضروب فيها عدم المؤاخذة 100 مفك. ومنت تعمل ايه بقى؟ تقلبها على اخوها وتفهمها انه شغال في الحرام عشان لما تطول بعيد عنه تستلقفها انت، مش كده؟ انا كده قريت الليله. نصرة ما راحت لكش علشان تاخد رايك وشور عليا يا معلم. نصرة بخت فيك ولبستك ليلة بخارست. مش بعيد كمان تكون علمت عليك عشان كنت عارف ومخبي. نصرة بنت جدالة بنتي ورحمة الغليل، ما
هتمس منها شعرة، لا بالحلال ولا بغيره. يا راجل اختشي، تعمل كرامة لابوها عيب. طب بس تركبش ظهر الجدعانة قوي كده. بنتك وكرامة لابوها، مش حال ما انت اللي مبلغ عنه وسالك في ايدك. سلك نفسك انت بره الليلة دي، انت اللي ضيعت ابوهم زمان. اعتبرني يا اخي بصلح اللي انت بوظته. صدقني يا سلطان، انا بمد ايدي لنصر عشان اعوضها عن حنان الله. صح، انت صح يا فودة، انا فعلا عملت كده في صاحبي. وعقلها انت بقى بمخك اللي يعمل كده في صاحبه ممكن يعمل ايه في عدوه. فكر. بالاذن. شفت الامل اللي اخوك بقى فيها؟ شفت، يا ريتني ما شفت. ليه بس يا ابو النصر؟ هو انت برضه هتكرهي الخير لاخوكي؟ على نن عيني فتوى اديهولك، بس مش لما يبقى خير، مش من حرام. ما تردش المعلومه اللي انت فيها دي كلها من مخدرات يا سيد. هاي نص من المخدرات. ليه يا سيد؟ ده انت الوحيد دون على الخناقه دي كلها اللي عارف تخرج. ده لو انت شفنا ابويا وحسره قلبه ونهيته واللي ربنا عمله فيه محدش غيرنا. أنا أصلاً ملوش عايزة الكلام ده دلوقتي. أنا عايزك تسمعيني، ولو سمعتيني هتصدقيني. أصدقك؟ روح شوف حد يصدق كلامي. لو الدنيا هي اللي حطتك في الطريق ده وقدرت عليك، الدنيا ما قدرتش عليا إلا النهاردة لما لقيتك عايش في الحرام ومحلله لنفسك. طب أنت عايزاني أقول لك إيه؟ أنا يا أخويا لا جاي أعاتبك ولا ردك. لو هي دي سكتك أنت حر، طالما بعيد عني وعن إخواتي وعن ابني. لا لينا دعوة بقرشك ولا الإذن اللي هيجي من وراك. يبقى خلاص يا نصر، ربنا يهديك ويرجعك لينا سالم غالي. سلام يا ابن ابويا. لو جاي بقى عشان تقول لي انت غلطان وانا حذرتك ان الكار ده اخرته وحشه، قصر وامشي. يا ابني مش جاي اقول لك الكلام ده. يا الله، انا عارف انك انت مش صغير وانت عارف كده من زمان. انا جاي اقول لك ما تقلقش، أنا واقف جنبك لغاية الليلة اللي أنت فيها دي ما تخلص على خير. ولا ما تعديش. معلش، مسير اللي غفلني يعرف مين هو صلاح سلطان. ما منوش فايدة الكلام ده صلاح. أنا عايزك ما تفكرش غير في المصيبة اللي أنت فيها دي. فكر إنك لما تطلع من هنا تمشي في السليم بقى وتبعد عن السكة الحوجة دي. فين آية؟ ها؟ وإزاي ما تجيش تطل عليها كل ده؟ آية والله ما أعرف أقول لك. قصر يا سلطان وهات اللي في صدرك. آية حصل لها حاجة؟ لا. ايه ما حصلهاش حاجة. ايه عدت عليا و بعتها لك دي. وقالت ايه؟ مفيهاش فايدة بقى. قالت ايه؟ قالت لي انها مش عايزة تشوف وشك تاني عشان خايفة على سمعتها. الحكومة هيجي على الواد ده بالذات، مع اني صلاح مش غشيم عشان يوقع وقعة زي دي. اسمع طيب، انا عايزك تقلب الدنيا وما ترجعش غير لما تعرف مين اللي عيب عليه. ملهاش عزا يا سيد. يا عم حل روحك عني، لا حبستي هتصغرني قصادك ولا مجيتك هتعليك في نظري. ما انت يا صلاح لو هديت وسمعتني هتشبك ايدك في ايدي وتخرج من هنا رافع راسك. كلمه في الثانيه شميت ريحه الولع اللي في صدره من ناحيتك وعرفت ان عمرها ما هتطفي، فمحسوبك الطيب جاب النهايه وخلصت. قالوا صغير للحكومه. بلغت عنها طيب؟ انت بتقول ايه يا راجل انت؟ ايه؟
ليه ده؟ ايه ده ابو صلاح؟ سيد ما يستاهلش حاجتك. سيد خلاص سلمك تسليم اهلي وحطك تحت جزمته، ولو هو باع انا شاري، عندي اللي يشيلها ووقتي. قلت ايه يا عم؟ مش حال هو اللي لف عليك واشتغل من ورا ده؟ اسمع طيب عشان تهبط، مش سيد بوخارست اللي بيع صاحبه اخوه. وانا بعت فوق ده، انا اول مره احط عندك. يعني يابا لازم تديني مقامي برضه. مقامك؟ مقام مين يا جعير؟ هو انت نزاك ليه مقام؟ ده انا عفيت عنك صدق يا واد. ليه كده بس يا كبير؟ ده مفيش حاجة حصلت في بيت فوضى الأسمر إلا لما حطت في حجرك بالصمت. تمن عمرك يا واد. ولو اللي أنت جاي تهرف أنت مش قده هترخص روحك. اخلص. وأنا مرضي يا كبير، علشان اللي هتسمعه مني الليلة مش يساوي عمر أنا وبس. ده يساوي عمر المعلم جدالله ذات نفسه. أقول الله يرحمه ولا الله يفك حبسه؟ اسمع يا معلم، قضله مات وشبع موت، ولو فوده مالي دماغك بكلام ماشي تنطره واستتخلي ورحمه امي لاشقك نصين. ما انا وصيت على اللي فيها يا كبير. لا وصيت على اللي اوسخ من كده كمان. عارف مين يابا اللي ورا رميه المعلم قضله في السجن؟ سلطان. سلطان هو اللي بلغ عنه. انت بتقول ايه؟ وجبت الكلام ده منين؟ رحمه امي يا كبير، أنا سامع سلطان وهو بيقول لي فوضى بنفسه، ولو مش مصدقني يابا راح اسأله، ولو لقيت كلامي غلط أنا هحل روحي بإيدي، وربنا يخليك لي. سيد، أنت كان أنت سيد؟ أبويا سلطان، كلمة ورد غطار. انت اللي بلغت عنه. مين اللي قال لك الكلام ده يا سيد؟ ليه يا سلطان؟ ده انا عملتك زي ابويا، فتحت لك بيته ودخلتك على عياله، تطلع انت اللي بلغ عنه؟ مين اللي قال لك الكلام ده يا سيد؟ انت ماسك فوقها يا سيد؟ هي اخرتها كده؟ خش ليك ماسك فوقها يا سيد ابو خالد. هتهمت غور السعادي، غور يا صلاح، غور يا صلاح. اهدى يا سيد، اهدى، ما تضيعش اللي بيننا. ما عادش في حاجه بيننا يا سلطان. ماشي يا سيد، انا مش هرد على السؤال اللي سالته لي. انا اي حاجه، روح لابوك يا سيد واساله، قول له سلطان عمل معاك ايه، اساله الاول يا سيد، تلاقيه عارف وراضي. بعد ما ترجع من عنده تعالى لي، هتلاقيني مستنيك. صاحبك اللي وقعك مش الشيلة. مين اللي قالك الكلام ده؟ فوده؟ لا سلطان نفسه. غدر بيك وأصف عمرك بعيد عن عيالك. لا وفي الآخر بتأمنوا علينا. وفي حد يرضى كده؟ قبل ما لسانك وزك وتغلط في أبوك. سلطان ما غلطش. كله بكيفي. أنا وسلطان طول عمرنا كتفنا في كدب بعض. على الصح والغلط، بس هو قراها قبل مني. قال لك الغلط ما ربيش ولاد الحلال. حاول يردني ما رضيتش، قال لك ابطل، ما سبتوش وطربقت الدنيا فوق دماغه وغصبت على انه كمل. قام غدر بيك وبلغ عنك عشان يخلص منك، مش كده؟ بعدين راح عمل ايه؟ بل ايده في الحلال وربى ابنه. ابنه طلع وسخ منه، وانا طلعت اوسخ منك. انا مفيش اوسخ مني يا سيد. انت ما تعرفش عن ابوك غير الراجل اللي الدنيا داست عليه ورميته هنا. لو الدنيا دي فيها وساخه انا اللي علمتها الوساخه. لولا سلطان واللي عمله معاكم كان زمانكم ضعتوا. انت كمان بتدافع عنه؟ والزمك تحب على راسه. سلطان ما غلطش،
أنا اللي أجبرت على الأذى. الأذى ما طلقش لوحدك، الأذى طلق كلنا. عشان كده حقق نفسه قدامي وعقد كلمته قدام إنه حاجة عليك ويحميكم من نفسكم. وحمانة؟ ما أنا قدامك أهو. مشيت في نفس السكة اللي أنت مشيت فيها. يمكن لو كنت في وسطينا ما كانش ده حصل لنا. أنت اللي اخترت السكة اللي أنت ماشي فيها يا زيد، ولا إيه؟ عارف اللي قاهرني وقاطع فيا مش إنك ماشي في الحرام، لأ، أنت بتفكرني بجدارنا بتاع زمان اللي مش هيرد الروح إلا لما يقع. ارجع يا زيد، ارجع يا ابني قبل ما تقع وما تلاقيش اللي يردك. لا مش هرجع، وهفضل مكمل عشان مفيش حد يقدر يوقعني. عارف ليه؟ عشان مفيش حد يستجري ان هو يبيع سعيد بوخارست. دهمت بقى، ما خلاص لميناها. يعني ايه يابا؟ يمد ايده عليك كده بالسهل؟ هو احنا ايه، هفق؟ طب ايه رايك بقى، انا هجيب لك حقك، ولو مش عشانك هيبقى عشان انا. وانا عاجز عن جايبان الحق يا رجل، بس ده موضوع بيني وبين سيد وبين ابوه، ما تدخلش انت فيه. الله، هو انا اتحمق لك تزعل؟ انا فضلك برضو تزعل؟ هو انا ابنك ولا انت لقيني في الشارع؟ لا يكون سيد بوخارست هو ابنك، انا مش داري يا ابني. بس طبع الصبح، اليوم لسه ما ابتداش، وكفايه اللي عاملاه يونيا واخد الواد وعماله تلف بيه على بيوت الحاره. ولا ده راخر الغلبان الظهر قدره ما يحنش على الليله الغريب. ولا مش صلب ما ينفعش. انت بترمي تقول يا صلاح؟ سيبك كلامها يزعل. خلص يا صلاح، وانا مش عارفك، هات اللي في جوفك واخلص. شوف يابا، انا عشت طول عمري مضحوك عليا من اقرب الناس، مرة من أعز أصحابي اللي داس عليا وبعني بالرخيص، ومرة من أخته اللي حبيتها وكنت مستعد أموت نفسي وأخش جهنم عشانها. وبصراحة بقى أنا ما يخلصنيش تفضل عايش مضحوك عليك. أنا منين يا ولد؟ من الآخر، الواد ابن إيمان. مالك؟ مش ابنك يا مصلى، مش مصلى. انت بتقول ايه؟ انا بقول الحق وعندي 100 طريقه اتاكدها. انت عارف اللي انت بتقوله ده؟ قلتنا فين؟ عارف، وعشان كده قلت لك كلامي هيزعلك. فكني بقى. ورحت لابوك وسمعت منه يا سعيد، وترى دلوقتي جاي تاخد بخاطري ولا جاي تزود عتابك؟ اخد بخاطرك لو كنت مظلوم، وعاتبك لو كنت ظالم، وانا مش عارف انت مين فيهم. انا نفسي يا سيد، بقالي 20 سنة بسأل نفسي السؤال ده. ترى انت يا سلطان ظالم ولا مظلوم؟ هو انت صاحبك اللي عملت كده عشان مصلحته ومصلحه عياله؟ وصلت لايه؟ لغايه قبل ما ترجع من السفر كنت فاكر اني وصلت، كنت فاكر اني صح، فاكر اني حميت قضلنا من نفسه وحميت عياله. لكن لما انت جيت وقلت لي انك ناوي تمد في طريق الحرام، ساعتها بس اكتشفت اني بعته وخلاص. خليت عمر صاحبي دي عاطر، وضيعت ولاده وامته. يعني بعد كل اللي عملته انت وابويا عايز تطلعنا انا اللي غلطان، مش كده؟ ما فكرتش ان انت السبب في اللي انا فيه لما بعدت ابويا عني وسبتني في الدنيا تدوس على رايح جاي؟ حاولت اسد مطرحه يا سيد. مفيش حد بيسد مطرح حد يا عم سلطان، حتى جدالله نفسه دلوقتي بعد ما رضي باللي هو فيه.
انت مش بس حرمتني من ابويا، انت عملت منه واحد تاني انا ما اعرفوش. مش عارف اقول لك ايه، مش عارف ارجع اللي راح، بس اللي في ايدي دلوقتي ان انا احافظ عليك، عشان كده عايزك تسمعني. ابوس ايدك يا سيد سامي، شايلني شام فوق اللي انا شايله على كتافي. انت مش عارف انا فيها يا سيد، لا مش عارف اقول لك يا سيد، مش عارف اقول لك. ما تقولش عبد السلطان، ما تقولش. إذا كان صاحب الحق نفسه رضي، هاجي أنا دلوقتي أتكلم وأفتح بوقي. بس أنا مش قليل الأصل، وهفضل فاكر اللي أنت عملته معايا ومع إخواتي. بس لازم تعرف إن إحنا عمرنا ما هنرجع زي زمان، عشان الجرح قوي تاوي وآخد له ياما لحد ما يبرد. عمر. ايوه يا معلم. قلبي عندك يا اختي. سلامة قلبك يا معلم. قوليلي اطمنتي على الواد وحق العشره والعيش والملح والجيره كفايه اجيبهولك لحد عندك وبره بنارك. انت بس تقشري، انا برضو شاري. ما فضينا حصيره يا معلم، هو انت كل يوم تجيب حاجه جديده تجرجر بيها على الناعم. وايه العيبه في كده؟ الله، انا طالب الحلال ومهرك حاضر، ابنك وجنبه تقلك دهب. خلاص جبرنا وواجب خروج ابني مش عليك يا معلم. اللي احنا ناقصين يا اخويا ولا ما عندناش رجاله ترد ناسنا. قصدك سيد؟ لا سيد يعملها، مفيش كلام، مش هو اللي مضيعه. انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه، ابنك يا ست الحسنى والدلال راح فضيعة خاله. تأكدي بروحك لو مش شارية مني. السيد صاحب البضاعة اللي اتمسك بيها المحروسة. سيد مسكين، والله غلبان الواد ده. السيد يحط عليه النهاردة زي ما حط على أبوه زمان. أبوه ما راحش في حادثة زي ما فهموكي، السيد هو اللي قابض روحه. لا، أنا عايزك تاخديها على الهادي كده وقلبيها وتأكدي إني على حق. هتلاقيني موجود ومستني يا ست السنة. زعلان ليه؟ ما ده في مصلحتك، ومش انت كده كده كنت هتسيبها؟
بقول لك يا احمد، تعال لي في العدل. الزعله دي مش زعله عيل ما شلتوش ولا شفته. الواد ده مش ابنك، مش كده؟ تمام تمام، بس بس سعيد، فتحت بصيتك لغيره ولجست اسمه يا زباله. جرايه يا سيد، في ايه؟ جرى ان بنتك سحبه في الوساخه وملبساك الاوامطه. الا الدكتور احمد يا بنت، ده انا عايش رقبتك فيها. بص يا خالد، بنت هتموت فيها. هتموت ولا تولع بجاز وسخ. انت يا بنت، هو ده جزاته اللي لمك من الشوارع وكتب عليكي؟ بس يا سيد اهدى عشان خاطر. اسمعي يا بنت، من هنا وطالع تنسى احمد ده من دماغك، وورقتك هتجيلك لحد عندك. انت فاهمه ولا لا؟ ليه ابوك الغلبان ده؟ انا كنت دفنتك مكانك. لما بنتك، لما بنتك بقى فوق من الغيبوبه اللي انت عايش فيها دي. يلا يا سيد، يلا يلا يا اخويا. ايه يا ابو حميد، انت لسه متضايق ولا ايه؟ يا عم روق، اللي حصل حصل. انا عايزك تركز امتحاناتك، الفتره اللي جايه دي مهمه وكلها كام يوم، واسمك واسم ابوك هيلعلعوا في السما. فاهمني ولا لا؟ يا حوبة، انا مش عايزك تلاقي، ما تخافيش انا مش نسيك. والبرنسيسه بتاعتها كمان. يا نصر، ما بتاكليش ليه؟ قالوا انا اللي جاي بجري، وقلت احسن تاكل منابي ولا حاجه. وانا عمري جيت عليك يا ستي ولا تيجي؟ تعالي براحتك، انا مسامح. وبعدين كله يهون عشان خاطر ابو النصر. انتوا مالكوا في ايه؟ النهارده حتى جاي لكم بحكايه هتقلب البيت. سك على حكايتك يا سيد، انا اللي هحكي النهارده، ما تقلقش برضك هتقلب البيت. من يجي 40 سنه كان في راجل وست ماشيين ايديهم في ايدين بعض، خدوا عهد محدش يخطي خطوة غير لما التاني يخطيها معاه. بنوا بيت وحلفوا يملوه بالعيال، لكن الدنيا استكترت عليهم الستر، خدت الراجل وحطته في سكة فضل ندمان عليها عمره كله. كان بيصبر نفسه يا عيني، يقول اه عشان خاطر العيال تهون. وبعد شهور الست راحت وفضلت العيال. وايه لازمته الكلام دلوقتي يا نصر؟ والعيال طلع منهم راجل وست، بس اخوات برضك عهدوا بعض على انهم يربوا العيال ويشيلوا بيت ابوهم على ظهرهم وما يشتكوش ولا حد فيهم يجور على التاني. الست ضحت بعمرها كله عشان كلمه، والراجل نسي كلمته وخد كل حياته من دماغه. بعدها لك يا نصر، رايح بالكلام على فين؟ وأول ما فكر يدوس داس عليها،
كسر قلبها ويهدم فرحتها. قتل جوزها. وطبطب عليها وقلبي متلطخ بالدم. مش كده يا ابن ابويا؟ ولا انا غلطان؟ قتلت عبد الحليم يا سيد؟ انت جبت الكلام ده منين؟ ترد عليا قتلته ولا لا؟ حصل. يا نهار اسود، انت فعلا قتلت يا سيد؟ بتقولها كده يا سيد؟ ولا همك ولا عايز تقول لا؟ ده اللي بيخلق فرخه بيخاف على صاحبه. كنت اكذب، يمكن كنت صدقتك يا اخوي. ما انت خلاص صدقت يا نصر، اديت ودنك للي ملاها، للي عايز يهدينا. ده انت حتى ما اديتيش نفسك فرصه تسمعي انا عملت كده ليه. ليه قتلت وعايزني استنى ليه؟ ايه الكلام ده يا سيد؟ مش عايز اسمع كلمه من حد، وكل واحد يحط لسانه جوه بقه. الحوار ده بيني وبين اختك نصر محدش ليه فيه. جري يا نصر، هو انا كنت عمري بلطجي ولا قتال قتله؟ انا قلت لك من زمان انا ممكن اعمل اي حاجه صح او غلط، بس البيت ده يفضل واقف على رجليه، والعيال دي تربى احسن تربيه. ودمه بقى هو اللي هيسند البيت ويقومه يا ابن ابويا. هو اللي كان هيهده يا نصر. ليه عمل ايه؟ فضل ماشي ورايا، قعد يعس لحد ما يعرف سر ابوك. بيسهبنا يا نصر، يا ينولك يا تربقى في دماغنا كلنا. سر ابوك يعني ايه؟ انه تاجر مخدرات يعني؟ ولا انه لسه نصر؟ خلاش تغيب منك. ايه اللي ابوك، انت فاهم ولا لا؟ ضيع، ما انت كمان تاجر مخدرات وكل الناس عارفه. كنت سيبهولي خلاص كده، ارتحت هديت يا اخويا. ما انت واخد الواد بتشغله في الزفت اللي انت بتشتغل فيه. انت مين اللي بيقولك الكلام ده؟ مين اللي عايز يوقع ما بيننا؟ مين اللي عايز يهد البيت على دماغنا يا نصر؟ البيت اتهد يا سيد خلاص، من يوم ما قلبك طواك تقتل، من يوم ما كرهت الحلال ومشيت ورا الحرام وأكلته للعيال دي لحد ما بقوا كده. قتله مخدرات؟ ما كانش عاجبك بطة يا سيد؟ ما كانش قد المقام هي؟ أنا عايز أعرف، أنا ما كنتش سمعت كلامك وطلقتها، أنت كنت هتعمل إيه؟ كان هيقتلها طبعًا، ولا ممكن كان يقتلك أنت كمان. معقولة يا سعيد؟ اللي اتقال ده حقيقي؟ أخويا أنا يعمل كل ده؟ يا شيخة فوق أنت كمان، أنت إيه اللي خليكي قاعدة مستنية في باكابورت اللي إحنا عايشين فيه ده؟ واحد قتل قتلة، والتاني متجوز لي واحدة شمال، وانتي؟ انتي ضايعة، والكبيرة لسه فايقة دلوقتي. انتي تسكتي خالص، ما انتي زيك زيهم، ما انتوا منتينا واحدة. انتي مش بعت اختك قدام الناس كلها؟ اه، ما انت تلاقيك مش عارف، الهانم بعتها على الهوا وفضحتها لحد ما عرتنا قدام الناس كلها. وانا مش حاجة تفضح ولا تريح، ما تشوفوا نفسكم وبلاويكم الاول. ما تخرسوا بقى. لا مش هنخرس، جه اوانه ولازم الكل يعرف. اختي اللي مش فارق لها غير نفسها وبس،
واي حد يتحرق من بعدي، والدكتور اللي مش دريان بالدنيا وراح يتجوز لي بطه، دي حاجه ما تعرش يا دكتور؟ ما عرفناش. وانت يا نصره يا غلبانه يا مشيلانة همك واللي حصل لك طول عمرك كاننا احنا السبب، ولو اي حد فينا عمل ربع اللي انت عملتيه كان زمانكم دابحينه دلوقتي. واخونا الكبير اللي جاب لنا الشر لحد عندنا وقعده، مخدرات؟ مخدرات يا سيد واكل كمان؟ طب ليه؟ ده انا على كده ملاك جنبكم بقى. عجبك كده؟ انت مش كنت جاي تقلب البيت؟ اهو اتقلب اهو. احنا ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ رد عليه. ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ وحشتني وحشتني يا حبيبي، اتفضلي على السلامة. بس انتي والنبي ما تزعلي مني. ما اقدرش ازعل منك. فرحت قلبي بجد عندك يا اخويا. مين اللي عمل في كده يا؟ انت مين؟ زعلان عليك؟ لا مش قلقان، انتوا ما تخافش عليكم، بس انا قلت اقول لكم على اللي جوايا. هترد يا معلم سيد؟ انت مش طول الوقت كنت عايزنا ابقى راجل واجه الناس؟ اتفضل واجهنا بقى. والنبي اوعى تقول كان عشانكوا الجو ده. خلاص نغمه التضحيه دي بقى دمها تقيل قوي. ده احنا حتى ما شفناش خير من البيزنس بتاعك ده. ليه يا سيد؟ قول لنا عملت كده ليه؟ ما تقول لهم يا ابن ابويا. خلاص خلصتوا؟ طرشتوا الكلمتين اللي كانوا جواكم واجعينكم؟ فجأة كلكم طلعتوا مظاليم وملايكة، وسيد هو اللي ابن كلب شطان مش كده؟ سيد هو اللي خلاكم تفرموا في بعض، سيد هو اللي كان بيجيب الحرام ويبلعه لكم بقكم بالعافية، صح؟ بس أنا ما كنتش كده، أنا كان عندي حلم وكنت مصدقه، ومن كتر ما صدقته ضحك عليا. بس مش هو بس، البلد كلها ضحكت عليا لما سافرت ورفعت اسمها في السماء، وممكن اتدفنت في الارض ومش لاقي سرير في مستشفى. خدوا امكم وادوني 400 جنيه. كنتوا عايزيني ساعتها اعمل ايه؟ اخد احمد اخوكم من ايدي واعلمه صنعه؟ ولا انت واختك تاخدوا الدبلوم وتستنوا عدالكم؟ ولا انت يا نصر كنت عايزاني اجيلك كل يوم الصبح تديني مصروف في ايدي قبل ما اخرج من باب البيت؟ مخدرات؟ اه اشتغلت في المخدرات واوسخ منها كمان، عملت كل حاجه في حياتي اللي تتخيلوه واللي ما شفتوش في حياتك قبل كده. قتلت جوزك يا نصر؟ اه وقادر اعملها مره واتنين وتلاته كمان لو حد وزه شانه فكر يأذي حد منكم. بس انا ما عملتش كده لوحدي، مش بقول لكم ان انتوا السبب، بس بصة الخوف اللي في عينكم من بكره هي اللي خلتني اتغاب على الدنيا عشان احميكم منها. محدش يلومني ولا يعاتبني، اخوك سيد مش شيطان ولا انتم ملايكة. انا كل اللي عملته ده عشان البيت يفضل واقف على رجليه، واي حد فيكم شايل مني او شايل من اخوه اعتبرها عركة وعدت، اللي اتعور اتعور واللي مات مات. بس بقولها لكم لاخر مرة، البيت ده من غيرنا هيروح.
طب والله براوة عليك يا ابو صلاح. صحيح كل فوله وليها كيال. شوف انا بحرب ورا بسلامته ده بقالي قد ايه ومش عارف اطوله، وانت بكلمه منك تجيب رقبته ومن غير ما تسمي كمان. لا بس عداله بجد، عداله حكايه جوز اخته اللي شيعه ده. كان فاكرني صايم سر خوف وهيبه، ما يعرفش ان مراعي حب وكرامه العيش والملح. معلش بكره يعرف مين هو صلاح سلطان. صحيح سدى الليل حرس من عدوك ايرات ومن صاحبك 44. اعدل قولك يا معلم، انا ما ضربتوش في ظهره الا ما هو صدرهولي. خليه بقى يدوق عمايل ايده، بكره الدنيا هتتقلب على نفوخه لما تسرسب لي انت حكايه في الثانيه في الثالثه من دول وتفضفض لي اللي في عيبك كله. كفايه عليك حكايه عبد الحليم دي، هتوقعهم في بعض. انت ما تعرفش اصلك سيد، لو خسر نصره يبقى خسر الدنيا كلها. ماشي ماشي يا ابو صلاح، بس انت بقى وحش من النهارده معايا، ايدي في ايدك نشق السوق، صاحبك لسه بيتطوح من الكف اللي خده. عليا الحرام يا ابو صلاح لا اجيب لك حقك منه ربع ومستربع في قعدته. لا حقي مالكش فيه، انا كفايه اجيبه بدراعي. انا عايزك تركبني السوق زي ما ركبته، عايز ابقى زي زي. فهمتني يا معلم فودة؟ فهمت فهمتك يا ابو صلاح، وهيحصل كده بقى اتفقنا. سيبك من شويتين دول يا نصر، نصر بنتي اللي انا مربيها لا تعرف تمد في غضب ولا في زعل اكتر من يومين ثلاثه، وبعد كده بتحن على طول. ومين قال لك ان انا زعلانه يا معلم؟ امال اللي انت عملتيه مع زياد ده تسميه ايه؟ حق ربنا، استنيته مره واتنين ولما وجب لا بقى في زعل ولا يحزنوه. يا بنتي مفيش حد عارف اللي بينك وبين سيد اكتر مننا، فلما تدوسي عليه وتبعدي عن بيته واخواته تبقي بتدوسي على روحك. بقول لك يا معلم، ما تفضك يا اخويا من موضوع المصالحه ده، اصل طوبه يعني مش لايق عليك. فضك من الموضوع خالص، اصلك انت ما تعرفش الحكايه. اقول لك على حاجه تانيه، ما تشوف لك اتنين تانيين تصالح، وهم برضو هيوقروك ويقولوا عليك في الحارة إنك كبير الحتة. أقصى عليك يا ناصر، يعني أنا بعمل كل اللي أنا بعمله ده عشان الناس توقرني ويقولوا إن أنا كبير المنطقة؟ يا بنتي ده أنتوا ولادي واللي يمسوكي من السن. ولادك؟ بأمارة إيه؟ بأمارة ما كنت بتقطر الفلوس في حناكنا وإحنا عيال مش مستورين، ولا بأمارة وقفتك جنبنا في المرة قبل الحلوة؟ ما أنا طول عمري بحاول يا نصر، بحاول حاجة عليكوا وأنفذ وصية أبوكوا. أنتوا اللي طول عمركوا بتقولوا لا، ومفيش على بوقكوا غير كلمة واحدة، كتر خيرك إحنا هنشيل لحمنا يا معلم سلطان. وشلنا نفسنا وصلبنا طولنا في وش بعض، في وش بعض يا نصرة، لغاية ما كلتوا لحم بعض. لحمنا وإحنا أضرب تمام، وبعدين شوف لك حد محتاجك اكتر مننا كده. ماشي يا ناصرة بنت جدلة، بس خليك عارفة انا ليا عندك حق. والنبي ما تنسى تربطه في كعب جزمتك وانت خارج، عشان احنا الحقوق عندنا جبرت، لا بقى لينا ولا علينا. بيتك يا ست الستات، وقبل ما تخطيه تاني وانت على ذمتي هكون فورته كله، وحياتك ما تخشي على اشياء من قديمه. تقصد العفش ولا اللي هرس العفش؟ وكله قديم يا معلم. قصدك سلوى، من غير ما تفكري خدت لها مكان تاني، بس لو عايزاها تفضل معاكي هنا عشان تخدمك برضك تأمري. انا ما تلزمنيش دره، حتى لو كانت خدامة، لا هنا ولا في مطرح تاني. قلت ايه؟ ماشي اعتبريه حصل، وكل اللي سبق وعدك بيه. مهرك يا ست الستات تقلك ذهب، الشنطة توصلك لغاية فرشتك، وابنك كفاءة يبات في حضنك من بكرة. راضية؟
مهرك مقبول يا معلم، بس ابني بقى انا عايزه اربيه، انا عايزه يدوق اللي عمله فيا. امال ايه اللي يرضيكي؟ ان ينزل من بيتنا بالفستان الابيض وكل اهل الحاره يشوفوا فرحتي. احلى زفه تتعمل لك في النصريه تمن، والارض تتفرش لك ورد وحنه، ونخزق عين اللي ما يفرح لناش. امتى بقى نتم فرحتنا؟ مش قبل ما تتم فرحتنا، اتفق الاول. على ايه؟ على مين؟ سيد اللي طلبتني عشان تكسره. مين بس اللي دخل في دماغك الكلام ده؟ طب ورحمه امي وابوي؟ سيب الميتين ورحمتهم، انا مش جاي اعدك، انا جاي اقول لك ان اللي جاي كله هيبقى على مزاجك. بص يا معلم، اول ما ايدي تربط في ايدك تحت منديل المأذون، مش هنبقى بنتفق على حال ربنا وبس، هنبقى بنتفق على سيد اللي قهرني وسرق فرحتي، عايز ادوقه من الطين اللي طفحهولي. قدها ولا نفضها؟ سمي بصوت عالي واقري الفاتحه. قريش انت؟ وانا اللي فاكرك جاي تقول لي قفلت الباب في وشهم؟ انا فاكر انت مش بعيد كمان تكون سمعتهم كلمتين. ايه؟ ناوي تتغير انت كمان؟ عيب يا ابو خريس، وحياد جانا بنتي ده اللي عملته، وكنت خلاص هجيب نهايه للحكايه. لولا لولا ايه؟ لولا ان اختك ركبت على الحوار واتكت عليا وافقت. اختي؟ ونصره مالها ومال الكلام في المخدرات؟ تظبط كلامك يا شندي، نصره مالهاش في السكه دي. ملهاش، دي لجمت فودة وصلاح وسقت الليله بنفسها. ده هي اللي اتفقت معايا على الميعاد وربطت ان الرد يوصل لها دون ان عنهم كلهم. انا كان ممكن افضل مربط على لا، بس لما اخذت اختك، وبصراحه انا اتربيت وما بقتش عارف اعمل ايه. لو طوعتها ابقى جيت عليك، ولو طوعتك ابقى جيت علي منك. قلت الخص واجي ابصيلك الحوار وتقول لي اعمل ايه. ترد عليهم النهارده قبل بكره، ومفيش بضاعه تتصرف من عندك، وعايزك تعسلي كمان لو كان ربطوا كلام مع حد تاني ولا لا. طب لو حصل وغيري قال اه، تشاور لي عليه وانا اقطع لك لساني. اعتبره حصل وربنا يهدي لي الفلوس. لما مؤاخذه يعني اسمح لي علشان الحق اودي البنت جانا للدكتور. لازم. وقبل الميعاد كمان، عشان تعرف ان فوضى الاسمر كلمته صح، يا محدش يقدر ينام قاله. لا جدع جدع، ودي له كمان. ده انا كنت فاكر ان انت خبت على قبر. اظبط كلامك يا سيد. لما تظبط ادائك انت الاول. ايه؟ كنت فاكر ان انا مش هعرف ولا ايه؟ تعرف ايه بقى يا اخويا؟ خط سر البضاعه اللي دخلت المخازن وما خرجتش. مفيش كلب استجرى يشتري منها. جاي دلوقتي بالقرش اللي محوشه وعامل لي فيها جاي في الميعاد. وبفرض اللحظه انت ايه اللي يخصك؟ ها؟ انت سلمت لي بضاعه ورهنت قصادها مهرها وادي مهرها، ولا مؤاخذه بقى ما يخصكش، ابيعها افرقها على الحبايب، ان شاء الله حتى اتكيف بيها، انا حر. المهم ان اسم فوضى الاسمر يفضل مزين السوق، والكبير قبل صغير يطل عليه ويتعلم. والله براوة يا نصر، ده ما خدش في الدنيا غلو. يا دوب نفختك بكلمتين في اسمك وسمعتك، نخيت وبصمت بايدك ورجليه. اظبط كلامك يا سيد. مش فوضى الاسمر اللي يمشي ورا كلام الحريم. لا، فوضى الاسمر بيمشي ورا كلام الحريم، عشان دي مش دماغك، وانا عارفك بتموت في القرش. ما سالتش نفسك انا ما وقفتش في الجوازه ليه وما طردقتهاش في دماغكم؟ عشان عارف ان هي اكبر منك، ويومين ثلاثه هتاكلك الحلاوه وتنطرك بره البرواز، وفي ثانيه ومن غير ما تحس هتخليك خدام تحت رجليها. بالزياده بالزياده يا سيد، عشان انت دوست بالجامد قوي، وانا لحد دلوقتي عامل مقام من اللي فوقك. وانا بقول لك السودة بتاعي وتمامك عندي اشوفك في الكار اللي انت مولف فيه، الشغل الشعبي وبس.
اسمع بقى ان انت بتحكها في غيره هتبقى عبره للغرز والمسطلين. قولي لي الحكايه بالظبط وانا تحت امرك لو في ايدي. في ايدك وسهله قوي. شغلانه متعود عليها من زمان. حمل التشهير مدفوع في الاجر. شوف يا استاذ بالاخر كده احنا عايزين قرصه ودن. بس اتعلم شويه. ماشي. اعتبروها حصلت. مين؟ عامر فواز. ده جوز حضرتك يا هنا. طب ليه؟ عشان غبي. مصر يعطلي بزنس بملايين. بملايين؟ اه ملايين. متقلقش. هتاخد اللي انت عايزه. ماشي. وانا تحت امركم. فضيحة يا عادل. فضيحة مصر كلها تتكلم عنها. وكل اللي تعمله تشاور على الفضيحة دي. وتخلي كل الناس تشوفها. البت دي اللي جابها هنا؟ بت مين؟ انت بتراقبيني؟ انت اتجننت يا بت ولا ايه؟ يا بنتي اللي بت. انا مش عارف انا عملت كده ازاي. حتى لو كان غلط فيا وهان كرامتي. بس انا عمري ما كلمته بالطريقه دي. انا قلت في واتساب هتتغير. الصراحه حصل لي اكتر من كده وما اتحركتش. كان سيد اخويا هو اللي دايما يجيب لي حل. حتى لو انا ما كنتش عايزه كان بيجبرني. عشان ما حدش يقول عليا ضعيف. بس انا اصلا عمري ما كنت كده. انت جواك تاخد غضب كبيره يا احمد. لازم تستهلها صح. اللي هو ايه بالظبط؟ في فرق كبير بين صح وغلط. فاكر يا احمد؟ انا متلخبط. وكمان عمري ما اتعودت اخطأ. عارف يا احمد لما واحد يربطه ايديه ورجليه ويحطوه جوه شويه رمل عارف يحس بايه؟ يحس ان روحه بتتسحب منه. انا مش قادر اعمل حاجه. تخيل لو في اخر لحظه كله ده تتغير. حد مد ايده سحبه من الرمله وخرجه. هيحس انه رجع من الموت تاني. هيحس انه اتولد من جديد. يعني ايه؟ يعني نتولد من جديد مع بعض احمد. ازاي يعني؟ مش معنى كل اللي خسلك بيقول ان ربنا عايز يرجعك تاني. ياه يا ميسا والله ما مصدقه ان الحكايه دي خلصت على خير. ربنا يخليك ليا يا اخويا. يا رب يا رب. يا بنت انت مفكره ان واحد زي معتز الكشف ولا كشفات ده هيفرمل سيد اخوكي؟ تبقى عبيطه. ده هما بيقعدوا يتفرعنوا ويعملوا شويه حركات كده وبيجوا عند سيد اخوكي ويفرملوا. اه مش بس كده، ده بيقولوا له امر واحنا النفس. ربنا يخليك لينا يا سيد. يا رب. بس انا حاسه ان سيد ما بقى زي الاول. رجع لي وما رجعش. يمكن رجع لي عشان شايل الهم اللي فوق كتافه ده. عايز يحكي ويفضفض. هو ده تماما اللي ما بيننا يا رحيم. يا حبيبتي اللي حصل لنا بعد نصرة مش قليل، وبالذات على سيد. الدنيا سودت في عينيه وبقى محتاج حد جنبه طول الوقت. ده مش معناه انه حبه ليكي قل او ما بقاش زي الاول. تفتكري ده حب اصلا ولا هو بدلني مكانها؟ اصلا هما كانوا بيقعدوا يحكوا ويشيلوا عن بعض، بس بعد اللي حصل ما بينهم بقى بطوله يا عيني. بقى يجي يحكي ويشتكي يمكن عشان يرتاح. وانتي تستكتري عليه الراحة يا بنت؟ أنا أقلها يرتاح مع ميسا. سيد كان بيجي يبص في عيني عشان يطمن ويحكي لي ويستنى الرد عشان يرتاح أكتر. دلوقتي بيجي ويحكي ويشتكي وهو مش على عيني بعيد عني. مش فارقة معايا موجودة ولا مش موجودة. فاهمة قصدي يا رحب؟ والله العظيم أبدا. انتي بس اللي حساسة زيادة عن اللزوم يا بنت. ما انت عارفه ابو خريست بسم الله ما شاء الله علاقاته كتير ويعرف ناس كتيره قوي حواليه 100,000 واحده. كان ممكن يقعد يحكي معاهم يعني، بس هو ساب الناس كلها واختارك انت. ايه بنت؟ هو انت يا اختي بتطمنيني ولا بتقلقيني؟ اقلقك ايه بس؟ بقول لك ساب الناس كلها واختارك انت تقولي لي تقلقيني؟ اطمني بقى. ازيك يا طيب؟ زق يابا على هادي. ما تلاقيش تملى كرشك في المطرح ده تاني. البقرة اليافطة. ومين قال لك يا عم ان انا جاي املى كرش؟ انا جاي لمؤاخذة املى دماغك. انت هتملى دماغي طيب؟ بيه يا جدع؟ ده انت دماغك مهوية. عيب عليك.
ابو دماغ مهويه ده هو اللي عمال يضرب صاحبك كل ضربه والتانيه لما خلاص ظهره اتلوى. طب ما تحسبش على طلبات ما كلتهاش يا بصراحه. الكار كله عارف ان الليله عبد الناصر لا انت ولا فوده ليكوا فيه. وماله؟ ده عين العقل. اما تصدر ست الستات في الوش وتقعد تدورها انت بنزيل، لو جه خير لمؤاخذه تفتح حجرك وتستلقى، ولو جه شر تلاقي اللي يشيل عنك. ماشي يا عم المكار. وايه بقى المصلحه اللي انت جالي فيها؟ شوف يا طيب، النار اللي بين بوخارست وفوده مش هتهدى لما تلوش الكل وتفحم دنيتهم، واللي زيي وزيك هيروح في الرجلين. نعمل احنا ايه؟ نعمل ايه؟ نسيبهم يقطعوا بعض، بس نسلك بمصلحه صغيره. سهله دي ولا صعبه؟ طب وايه بقى المصلحه اللي ممكن تبد بين الطيب وابو صلاح؟ تكونش عايز نبيع بوخارست؟ تبيع بوخارست؟ ده انت تبيع الطيب نفسه. جرايه طيب. ومين قال لك ان انا عايزك تبيع؟ بالعكس، انا عايزك تقربني بالاول عشان تعرف تسلك لنا من المشاهد بتاع صغيرين نبيعهم انا وانت لحسابنا. المكسب بالنص، يعني زي ما ليا هيبقى ليك. زي ما ليا يبقى ليك؟ مش قلت لك هامله دماغك؟ ماشي يا ابو صلاح، سيبنا اقلبها في الزيت حبه ولا ايه؟ اقلبها بس اوعى تشيت مني. ما تخافش. قشطه طيب. السلام يا عصر. انت مركزه في البيت؟ مش مأمن ولا مصدق يا ست الناس. البيت دي بتحب حب عباده، يعني لو جاب من الارض وحط عليها برضه هتنخ قصاده. وبعدين يا صلاح بقى معاك ما تقلقنيش. ما هي لو ليله ميسا دي ما وقعتوش، مفيش حاجه تانيه هتوقعه ولا هنلاقي له سكه. خلاص نستنى اللي يجي من سكه ميسا عشان خاطرك. وهو برضه ايد لوحدها ما تفرمش. لا قول لي يا صلاح، انت ليه عايز تأذيه بالجامد قوي؟ ليه بتخونه وبتضربه في ظهره وانتوا صحاب عمر؟ عجيبه الكلام ده ليه انا؟ طب ما انتوا اخته ما كانش فيه اقرب منكم لبعض، وعايزه تجيبي ظهره وتجيبيه الارض اكتر مني، ولا انت قلبك رق وجبتي ورا بدري؟ انا مش ههمد الا لما اكسره، اهد دنيته حتى حتى قدام عيني. بس انا عندي اللي يخليني اعمل ده، لكن انت، ما انت طول عمرك مطوي تحت جناحه وبتقسموا اللقمه مع بعض، دي بتنزل جوفك قبل ما يشم ريحتها. ما عشان كده، عشان كده يا ست الناس، سيد طول عمري شايفني اقل منه تحت جناحه زي ما بتقولي. هو المعلم سيد بوخارست اللي يخطط ويرستق ويرسم، وانا الواد صلاح اللي لو ما نفذش صح ياخد بالجزمه. ده كفايه بصيته ليا لما طلبت ايد اخته. يا شيخه ده حتى ابويا كان بيبدي عليا. يا صلاح، ده انا كنت فاكره اللي بينكم محبه ومرعيه للعيش والملح. اتاري جواك نار من زمان ومدريها. لا يا نصر، لا، انا كان كشف في ظهره على حق، وحياه امي اللي عمري ما احلف بيها كده. أنا كنت مستعدة فدي بروحي في أي وقت، في أي وقت، حتى لو فيها موتي. بس هو اللي اختار يدوس عليا عشان يعلى ويشوف سكته. وعلى فكرة أنا عايز أعور سيد هو، بس مش عايز أموته. عايز أحط السكينة في رقبته، بس ما أذبحوش. نفسي أعلمه درس، أفهمه إن صلاح راجل مش قليل. فهمت يا ست الستات؟ الحياة بقت فاضية حواليا، بس عارفه انا مش حاسس بفرق جامد عشان طول عمري لوحدي. حتى وانا وسطيهم كنت برضه لوحدي. انت عمرك ما انتميت للمكان اللي انت فيه يا احمد، انت هناك باسمك بس، لكن روحك محتاجه تروح في مكان اوسع وافضل. انت ازاي عارفاني كده وفهماني كده مع انك عمرك ما قابلتيني؟ عشان دايما اقولك اني كنت زيك احمد، كنت أعيش كل تفاصيلك دي لحد ما لقيت طريق روحي ارتحت له، وعايزك تبقى معايا فيه. نوجب مع نفسينا لله مع بعض. بس ده هيحصل ازاي؟ ده كل واحد فينا ببلد، أنا في حتة وأنت في آخر الدنيا. نتقابل في مكان صح، إحنا محتاجين أرض جديدة نبدأ فيها. قصدك إيه يعني؟ قصدك نهاجر؟ هجرة لله ورسوله. ايه رايك احمد؟
كل حي بياخد نصيبه. يا نهار يا نصرة، ده انا بقولك العيال عاملين زي اليتامى، كل واحد فيهم واخد ركنه ومدي ظهره للتاني. جرى يا ميس؟ انت يا اختي جايه تطمني عليا ولا جايه تنقرزيني نقرزة نسوان؟ العيال غلابه صحيح، ما قلناش حاجه، بس انت عايزه نصرة تعمل لهم ايه ولا مؤاخذه يا ست البنات؟ اذا كان اخوهم اتذكر اربط عندك يا معلم ولا كلمه زياده، اللي بينك وبينه يفضل ما بينكم انتوا الاثنين وبس، تترشوا في وش بعض لما تتقابلوا، لكن تجيب سيرته وهو مش موجود عليا النعم. بقول لك ايه يا بنت، ما تهبطي شوي. الله، وهو قال اللي مش فيه؟ اه، هو اللي جه عليهم زي ما جه علينا قبلي، ولو عندك كلمتين عايزه تديهم لحد في جنابه يبقى هو مش احنا. يا لهوي يا نصرة، انت يا اختي اللي بتقولي كده؟ يا خساره، طول ما انت راميه نفسك في حضن اللي بيكرهوه عمر ما قلبك ما هيصفاله. والنبي قلبانه غلبانه نصر. انت يا ميسا، انا عايزه اقول لك حاجه كده بالمداريه عشان ما اكسرش بخاطرك. ارخي يا اختي حبل العشم اللي بينك وبين المحروس شويه، بدل ما تسحر في يوم تلاقي ملفوف حوالين رقبتك وانتي مش داريانه. في ايه يا نصر؟ لو في حاجه في بالك يا اختي قولي لي عليها، وكل واحد يقتل على اللي في عبه وخلصنا. احنا عايزين مصلحتك يا ميسا، ولو كان على الدغري مفيش اسهل منه. البيه اللي انت ماشيه تردي عن سيرته ده نفض قلبه من يمتك، ومرافق مره من اللي فوق، ها؟ موجه الشاي راكبه على راسه ومغرقاه بفلوسها. اظبط يا جدع انت وعدي لقولك، مش انا يا اخويا اللي تضحك عليا بكلمتين وتوقع بيني وبين سيد. ماشي بالهداوه يا اختي، هداوه، محدش فينا غرض الا مصلحته. طيب وليكي حق يا اختي تتاكدي. اه طب روحي اساليه، لو قال ما حصلش عمرك ما تصدقيني لا انا ولا جوزي. ها نصرة، انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي لملت بقى من بيت جدال، جات طمن على اخويا اللي راح بعد ما هديت البيت على دماغنا وفرقتي ما بيننا. انا اللي فرقت ما بينكم؟ البيت ده طول عمره شايل نفسه من غيرك، لو هتشوف مين اللي عمل كده يبقى انت مش انا. انت ما كلفتيش خاطرك تسالي على الواد. مش فارق معايا. انا عارف ان مش فارق معاكي، عشان تعرفي ان انت عشت العمر كله في وسطينا بتضحك علينا، بتتداري ورا الكلمه الحلوه والطبطبه الكدابه. ببلاش انت تتكلم عني كده، طول عمرك بتنقطه من لسانك، عايشتنا بفلوس حلال وهي جايه من السحت، بتترحم على عبد الحليم وانت قابض روحه. الكلام ده كنت تقوليه زمان قبل ما تبقى اوسخ مني، قبل ما تروحي تعيش في بيت فوده وترهني حياتك على اذيتي. وانت لسه شفت حاجه؟ هاتي اخرك يا نصره، انا ماليش اخر وانت عارفه. اوعى تفتكر لما بتضربيني في ظهري بتوجع، انا بفوتها بمزاجي، بقول معلش يا سيد، بكره تفوق من اللي هي فيه وترجع لك، وساعتها تاخدها في حضنك وتقول لها خلاص يا نصر اهي عدت. بس بعد ما قابلت ميسا عرفت ان مفيش فايده، مش انت نصر اللي انا اعرفها. البادي اظلم يا سيد، وفي عرف انا انت اللي ابتديتي. طب على الحرام يا نصر، لا هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه في حياتك. جرب جرب كده تقف في سكتي، ويمين على يمينك لننتمك على كل لحظة عشنا فيها سوا جوا البيت ده أو برا، هخليك واقف متكتف والنار بتيجي عليك ومش عارف تروح فين. هنتقابل يا مصر، بس لما هنتقابل هتكوني تحت رجلي وعينيكي متشعلقة في عينيا وبتترجى الرحمة. راح فين يا نجمة؟ صلاح؟ آه! أنت بتعمل إيه؟ أنت جننت ولا إيه؟ هو
هو ده ثمن النجوميه يا بنت الكلب؟ هو ده ثمن النجوميه؟ انت بتسرق يا بنت الكلب؟ مش عايزه تسرق حرام يا بنت الكلب؟ عشر سنين وأكتر لا قدرت أنسى ولا سامح، عقدة عمالة تكبر وتزيد وأنا عمالة داري عليها كأن مفيش حاجة، كأن كل حاجة تمام. فاكر بشاير؟ بشاير البنوتة الحلوة الطيبة، بنتك اللي انت بعتها لواحد خد منها كل حاجة. بشاير بقت بوشي اللي ممكن تبيع اي حد عشان تكبر. اكتر حد حبيته كان بوخارست، حبيته قوي، حسيت معاني ممكن ارجع بشاير، بس هو ما ادانيش فرصه. بس كان عنده حق، شاف فيا اللي انا بقرف اشوفه في نفسي. أنا خلاص مبقتش قادرة استحمل بوسي. تعبت منها، ضيعتني، ضيعتني بجد. أقول لك حاجة، أنا هنتحر، ما تخافش، أنا هموت بوسي عشان بشاير ترجع. ما تخافش مش هسيبك لوحدك، انا عارفه ان مالكش غيري، عشان كده هاخدك معايا. انا خلاص خدتك معايا، كلنا سوا. حسيت ان في اي حاجه؟ لا يا باشا. ايه ده يا عم جدال؟ ساعة بتجيب لي كوباية قهوة؟ لا 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 لا، أنا كده لازم أشوف حد غيرك. اللي تشوفه يا باشا. مالك يا عم جدال؟ في إيه؟ بقالك كام يوم وأنت شايل الهم على كتافك وعلى طول سرحان. اقعد. اقعد يا عم جدال. اقعد يا راجل يا طيب. في إيه مالك؟ الهم تقل عليا يا باشا. ابنك برضه؟ من ساعة ما بعد عن الصح وانا عارف ان الاذى هيطول وطول اخواته والسبحة هتنفرط، انا من يوم ما دخلت هنا وانا مآمن بقضاء ربنا، لكن عيالي، عيالي بيضيعوا مني ومش عارف اعمل ايه. انا عمري ما اتمنيت الخروج من هنا زي ما بتمناه دلوقتي يا باشا. وتخرج ليه؟ ما انت اصلا بره. طلب العفو اللي قدمته توافق عليه، وكلها كام يوم وهتبقى على الاسفلت. بجد يا باشا؟ حق ربنا يا باشا؟ هشوف عيالي. ربنا يبارك فيك يا باشا ويزود من امثالك ويديك على قد نيتك الطيبه يا رب. ربنا يبارك فيك يا باشا.
ربنا يبارك فيك. مؤاخذة يا باشا، أنا قاعد بقالي ساعتين ومحدش عايز يرسيني على حاجة. هو في إيه؟ طمني. هو الموضوع مش سهل يا سيد. ماشي. قول لي الموضوع فيه إيه وطمني. وقول لي إيه المطلوب مني. أحمد أخوك فين؟ أحمد أخويا؟ مش عارف. أنت عرفت عنه حاجة؟ مش عارف. هو أنت ما تعرفش هو فين؟ لا باشا معرفش. احنا بقالنا كذا يوم بندور عليه مش لاقيينه. خير؟ عرفت عنه حاجة؟ أخوك اترصد على حدود السورية ضمن مجموعة من التكفيريين اللي اتبعوا تنظيم داعش. داعش؟ داعش. بارك الله فيك، تعلمت كتير، كأنك مولود في زمن النبوة وشارب من تم الصحابة الكرام حب الجهاد. كان نفسي أبقى وسطيهم وحارب معاهم. جند الله باقينا يا أخ أحمد، وكل زمن وله فريضة من زمن الجهاد. بس نفسي ربنا يغفر لي كل اللي أنا عملته قبل كده. أنا مستعد أضحي بعمل كله. الإسلام يجب بما قبله، لا تستغرب. ما حدا فينا إسلامه صحيح. الشيطان رح يلعب بعقلك ويزين لك إشي ما هي صحيحة. بدي إياك تحط الجنة قدام عيونك وتخيل حالك على حور العين. مش عايز غير رضا ربنا عنك. وهبله نفسك وحطه قدام عيونك. إما تصير دولة الخلافة الإسلامية أو أن نهلك دون ذلك. هقول يا بابا السنين دي كلها انت ما قلتش ليه؟ ما عرفتش حد الا نصر ابو خرست ليه؟ هو انا مش بنتك برضو؟ حرمتني ليه اني اجي ازورك؟ ما تلومنيش يا رحاب، يمكن اللي عملته غلط وهو راح حضر دلوقتي. انا كل اللي يهمني ساعتها ان انت تفضل نضاف وراسك مرفوع قدام الناس. معقول انا ليا اب وقاعد قدامي كده بكلمه ويكلمني؟ وحشتني قوي حبيبتي. انت ما غبتوش عني لا لحظه ولا دقيقه ولا ساعه. عارف شكلكم وتخيل صوتكم
وسامعوا في وداني، وياما ياما كنت استحضركم في عقلي واتكلم معاكم. عارف كل حد فيكم هيقول ايه وهيرد ازاي. ليله الخميس بالليل في الشتاء ولمتنا جنب بعض مدفيانا، ماما كانت لسه حامل في ايه، مصر عملنا صنيطة قرع، سيد عمال يرزيني يقول لي كفايه حلو يابا، كفايه حلو يابا، خايف على صحتي، وانت واحمد ماسكين قدام بعض، وهاتك يا واد ودل وضحككوا منوره الدنيا كلها. ياه يا بابا ياه. كان نفسي اصرخ واقول للناس كلها انتوا وحشين قد ايه، لكن ما كانش ينفع، كان لازم اكتم سرخيتي جوايا عشان تفضلوا بعيد عن الحرام اللي انا رحت فيه، مش عايزكم تروحوا زيي فيه. حبيبي يا بابا كل حاجه هتتعوض، هتلمنا كلنا في حضنك وهترجع البيت ده احسن من الاول. يا ريت يا ريت ارحب، بس ازاي؟ هيحصل ما تقلقش، ده انا لما شفتك الدنيا نورت في عيني، بقيت حاسه ان كل حاجه قدامي سهله وممكن تحصل. ده انت يا بابا بعد الشر عنك انت ما كنتش موجود يا بابا، انت طلعت عايش عايش. عارف يعني ايه؟ يعني البيت ده هيعيش وهيفضل طول ما حسك بالدنيا. يا ريت يا حول يا ريت. القهوة يابا اتبخرت بدخان الغالية زي ما بتحب بالظبط. ربنا يخليك ليها يا ميسا، طول عمرك حنينة، فرحتك مش ليكي. طول عمرك ايه وبتاع ايه؟ هو انت كمان كنت عارفة انه موجود ومخبية عليا؟ ما تلومهاش دلوقتي، ميسا ليها ليلة تانية هبقى اكلمك فيها. كلميني انت دلوقتي، اخباركم ايه؟ واحوالكم رايحة فين؟ وفين بقيت وفين بقيت اخواتك؟ هحكي لك يا حبيبي، هحكي لك كل حاجه. توحشتني قوي. السلام عليكم. شاوي كده يا مولانا؟ احنا بنديها من اولها بالسلام عليكم والجو ده. سيبك يا عم وفكك من جو الافلام اللي بيفرجوكوا عليه ده. اسلام صالح او ابو حذيفه، القائد امرني اكون معاك لحد ما تاخد على الجو هنا. واخد بالي ان كل الاسامي هنا بيبقى ليها كوني. كل واحد فينا بيتكلم عن اسمه القديم وبياخد اسم من اسامي الصحابه اللي بيحس انه شبهه او فيه من تفكيره، كانك بتتولد من جديد. اشمعنى ابو حذيفه؟ ابو حذيفه رضي الله عنه كان صحابي جليل، اسلم وتحدى ابوه الكافر، كان ساعتها كبير قريش، كان اسمه عتبه بن ربيعه، ووصل بالايمان انه شاف ابوه بيتقتل في المعركه ومهمش عشان ينقذه، بل بالعكس هلل وكبر لهلاكه وموته. انت ممكن تعمل كده؟ ممكن تقتل حد من اهلك وتفرح بموته؟ اكيد مؤمن باللي احنا فيه ده دلوقتي. مش ما تقلقش، محدش هنا هيعلق لك المجنون. بس انا صحيح ما عملتش كده، بس بتمنى. الموضوع سهل جدا. سهل ازاي؟ كل اللي دمروا حياتنا، الكفرة اللي ضلوا طريق ربنا، انت هتلاحظ كرههم في قلبك، هتعرف ان هم ضلوا طريق ربنا، وساعتها هتعرف ان هم كفار.
يستحق لك قتلهم ساعتها. أنا كده ممكن أقتل الدنيا كلها. صدقت يا شيخ أحمد. الدنيا إيه غير الفرقة الناجية اللي إحنا فيها دي؟ إحنا والباقيين كلهم إلى الهلاك. ايه يا ولاد؟ امال فين احمد اخوك؟ انت مش قلتيلي هتكلميه؟ ولا هو مش عايز يقابل ابوه؟ مش عاوز؟ يا ريتك جيت بدري بس يومين يا بابا. كان زمانه كان زمانه ايه يا رحاب؟ كان زمانه ما سابش البيت ابدا، مش كده؟ بس الامتحانات بقى وانت عارف زنقتها، بيبيت مع الدكاتره اصحابه عشان يذاكروا سوا. ربنا معاه ومعانا. سيد ايه بعد الغيبة الطويلة دي مش عايز تغيب في حضن ابوك ولا النار اللي قايدة في صدرك انت واختك منعاك من حضن ابوك؟ وحشنا سيد. وانت كمان وحشنا. ادلع السلامة. الله يسلمك. اخسى عليك يا سيد، بقى تخبي عليا السنين دي كلها. خش يا بنات جوه عشان عايز اقعد مع سيد كده لوحدينا. تعال يا سيد. تعال. اقعد. هي دي الوصيه اللي وصيتها لك يا سيد؟ اخواتي في عينيا يابا، وبيت جد الله فوق كتافي من فوق. ما فين اخواتك دول؟ نصره في ناحيه وقايه في الناحيه التانيه، واخوك احمد ما اعرفش هو فين. أنا مش هقول لك الكلمتين إياهم، أنا ضيعت عمري وموت روحي بالحياة عشانكم. ربك هو اللي خرجني عشان ألزمك بالوعد اللي أنت خلفته. خلفته؟ معلوم. أنا هقول لك كلمة ومش هتنيها يا سيد. ابعد عن سكة الحرام يا سيد. طب شوف يا أبا، أنا كل سكة مشيت فيها كانت كمالة لكل حاجة أنت عملتها في حياتك. البيت ده اللي أنت بنيته وسبته ومشيت، أنا وقفت في وسطي وحافظت عليه، صنت كل حاجة فيه قبل ما أصون حيطانه. سكة الصنف رميت بيضك وروحت، وأنا برضو كملت وربطت، وصلت لكل اللي أنت معرفتش توصل له في حياتك. جاي النهاردة بتلومني وعايز نرجع؟ لا، واحد زائد واحد بيساوي واحد مش اتنين. الدنيا عجنتك للدرجة دي؟ انت ما بقتش سيد، انت واحد تاني. بكيفي ومزاجي. انت حر، انما لما تجرجر اختك وراك تبقى بتمد ايديك للي مني وبتهد اللي انا بنيته عشان احميك واحميهم. الدم قصاده دم ما فيهوش عشان، واللي وشه في النار مش زي اللي خباه بالحياة. تقصد ايه يالا؟ انت بالذات ما ينفعش تلومني. فتح لي دراعاتك وانت بتزق البت على رقبه اخوها. فاكرها بتوعك؟ دخته العود اللي صالبهم في الدنيا واحد، مش ولاد جد الله اللي اتباعوا ببعض. شكل تراب السجن ده مش عينيك ولسك مش قال الليله. شكل زفة الحرام اللي انت متحزن بيها دي سدت ودانك على اللي قلتهولك زمان. لو فكرت تمس شعر من سيد ولا حد من عيالي هتويك في التراب قبليهم وبايديا دول. بقى جايلي مطرحي وبتخطي في خيري عشان تهدني. ماشي يا جد الله، انا مش هزعل منك كرما لمجيتك هنا، بس امانه ما تدوس قوي، ها لا تفرط مني. وانت عارفني يا صاحبي على قديم. اعدل يا فوده، اعدل وبطل لوع. انت متجوز البت عشان تهد اخوها، لكن خلاص كبرهم رجع واللي نسي مقامه. بعون الله نفكروا بيه وبالأول.
الوقت اللي انتظرتوه كتير، راح تصيروا رجال الله وتقضوا على الضلال بكل صوري. كلنا على باذن الله. تقضوا على الضلال بكل صوري. كلنا على باذن الله. هذا الرجل عاس في الارض فسادا، خدع الاخوه المجاهدون وتعاون مع اعدائهم واعداء الله من كفار الدوله، مفكر انه بيقدر يوقف مشيئه الله في تاسيس دوله الخلافه، وارتد عن دين الله لا تحق له استتابه، وإقامة الحد هي مسلكه. حبيبتي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أختي. أيها الأخوة، بأيديكم سينال جزاؤه ليكون عبرة لغيره من الخونة. إذا قتلتم فأحسنوا القتل من شان يكون عبرة لغيره من الخونة. كل اللي انا فاكراه بيتك السوق يا نصرة. دي ببركة بحق ولا زعل؟ افهمها الاول واعرف اذا كنت بارك ولا زعل، ويتفلق بقى داغي وداغي اللي جابوني. عسل يا معلم، واللي في قلبك يا اخويا على لسانك على طول. اصبر يا اخويا وانا رستيك على الحوار. ماشي، قول يا شهرزاد. الست يا اخويا ناديتني وانا لبيت الندى، والنبي ما كنت اعرف حاجه، هي اللي قالت لي هناك. شوف ازاي؟ مش مصدقني؟ طب والله هو ده اللي حصل. خد لما اقول لك، اصل يا اخويا العشم اتقطع بينك بين الوليه وبين سعيد. الله قالت بقى تركب حد السوق. الله، طب ما انا كنت قصادها. ملهاش بقى يا معلم، اصل انت ما تعرفش عقل الستات لما يقلبوا على رجالته. لو ركبتك انت حتكيت وقراط، لكن بقى لو ركبت اخته المره هتكيده 124. ما تكبرنيش على حاجه، أنا عمري ما أكون واحد منكم، طلعوني من هنا. أنت كمان راح تترك دولة الخلافة يا أحمد؟ ما بيكفي اللي عملته؟ اللي أنا عملته ولا اللي أنتوا عملتوه؟ نحن وفينا بعهدنا مع الله وأنت خالفت وخسرت. خسرت أول فرصة تثبت بيها ولاءك لدينك. ديني اللي أنت بتتكلم عنه؟ أنت بتسمي القتل بالطريقة دي ديني؟ إيه اللي يا أحمد؟ بعمرك فتحت المصحف وطلعت على آياته؟ من قبل ما يعلمهولي. وانت مين انت عشان تكلمني في الدين؟ احنا كنا بناكل وبنشرب وبنعيش ونموت ونصبر روحنا على موت اللي بنحبهم بكتاب ربنا. انت مين انت عشان تكلمني عن كتاب ربنا؟ الغفلة يا احمد، ما اخدين من كلام الله الا اللي بيطمنكم. لو كنت قريته صح وطلعت اياته كنت
كنت عرفت ليش ربنا خلقنا على هذه الأرض، مهمة إلهية لابد من تنفيذها. خلقنا عشان نعبده، مش عشان نموت الناس، عشان نعمر الأرض مش نملاها دم، عشان نهدي الناس الناسين ونفكرهم بيه يمكن يخشوا الجنة. هو ده كلام ربنا اللي أنا فهمه؟ ده كلام الفاسقين. ربنا خلقنا على هذه الأرض خليفة من شان نكافئ اللي بيمشي على طريق المستقيم، ونعذب اللي بيخرج على أوامر الطاعة. انتوا ناس مرضى بتبرروا الكبت اللي جواكوا على إنه كلام ربنا. أنا مش ناس، أنا كنت قبل ما جيلكوا هنا، ما هم دول الناس اللي انتوا بتعرفوا تجيبوهم وتضحكوا عليهم، مش عاملين زيكوا كده، أضعف من هم يواجهوا الدنيا. فهتعملوا إيه؟ هتولعوا في الدنيا كلها وتموتوا الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى بتنفيذ أوامر الله، وهذه الأوامر هي الحفاظ على الدولة الإسلامية متماسكة وتطبيق شرع الله. أنا ما أعرفش الكلام ده وما أملوش. لأنك صرت منه يحق عليك ما يحق علي. بس بالسريع دير بالك. ايوه يا سيد، انا احمد. انت فين يا احمد؟ مش مهم يا سيد، مش فارقه، انا بكلمك من وراه. طب اسمع، انا مش عايزك تخاف منهم، انا خلاص قربت اوصل لك، انا عارف انت مع مين. قول لي بس اي علامه انت فيها، قول لي انت فين وانا هعرف اوصل لك واجيبك. سامحني يا سيد، مش وقته، انا كلفت ناس تدور عليك وتجيبك وتعرف مكانك، ورحمة أمي اللي هجيبك من وسطيهم وكلهم بالتراب اللي ماشيين عليه. بس قول لي أنت فين؟ اسمحني يا سيد عشان مفيش وقت لو سمحت. أنتوا كلكم وحشتوني يا سيد. كان نفسي أبقى معاكم وأكون في أوضتي دلوقتي. وحشني صوتكم وأنتوا بتزعقوا لي وبتتخانقوا معايا. كنت ببقى مطمن. خلي بالك على أخواتك يا سيد. خلي بالك على الدكتور عبدي، خلي بالك، مكانش ليها غيري، كانت دايما بتقعد تحكي لي. اسمع! اسمعني، انت هترجع، رحمة امك اللي هترجع، انت فاهم ولا لا؟ انا ميت يا اخويا خلاص. لا انت مش ميت، مش سيبك تضيع مني، انت بالذات مش هتضيع مني، انت فاهم ولا لا؟ ابوك عايش، ابوك عايش وعايز اشوفك، عايز اخدك في حضنه، سمعني ولا لا؟ معنا فاكرة ما عملتش حاجة والله، والله العظيم ما عملتش حاجة. لازم تعالى عنادك ستلقى جزاءك. إذا قتلتم فأحسنوا القتل من شأن يكون عبرة لغيره من الخوارج.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بنتي الوحيدة اللي أنا بعرف أتكلم معاها وأقولها اللي جوايا. اتكلم يا حبيبي وقول كل اللي جواك. فضفض باللي نفسك فيه يا أحمد. رحاب، أنا ما جيتش أقولك الكلام ده عشان أسمع منك اللي أنت بتقولي ده. أمال قلتلي ليه يا أحمد؟ عشان أنت الوحيدة اللي أنا عايزها تبقى عارفة. أنا خايفة يا أحمد. خايفة أوي. هي اللي بتقول الكلام ده؟ ده أنت طول عمرك ضربها طناش. كل حاجة في أولها بتبقى صعبة، بعدين لما بنشوف النتائج بيهون علينا تعبنا ده، بعدين أنت ابتديتي تشوفي النتائج أهو. اسمه الدكتور أحمد. خلاص، كلها كام شهر ويتخرج يبقى دكتور. دكتور أحمد، أبدا كريم يا رب. ده أنا طول عمري بقول عليك إن أنت طيب، الصدر الحنين اللي بيطبطب علينا كلنا. اتحاسبنا خلاص، واللي يستاهل حاجة هيشوفها. Thank you.
عارفة يا نصرة؟ ساعات لما بنحب حد نخاف نقول للناس اللي احنا بنحبه. الدنيا بقت وحشة أوي، تحسيها مستكترة تشوف حد فرحان أو مبسوط. مش ناوي بقى تروق وتصفى كده أبو السيد ولا إيه؟ حلو أبو السيد، من وأنت صغير ما قلتهاليش. إيه بتتكسف؟ ده أخوك يا انا عارف ان انا مش الاخ اللي انت تمنيه ولا الكتف اللي انت ممكن تميل عليه وقت ما تحوز، بس والله العظيم بحبك سيد. عايز اتصيد وتشرف بيك يا جدع. عايز اقول للدنيا كلها انا اخد دكتور احمد جد الله ربايه ايدي عشان تنضف حاجه انا عملتها في حياتي. لما صغرت نفسي وحسيت اني ماليش قيمه ومشيت في سكه ما كانتش بتاعتي اصلا، انت ما ضيعتش حد، محدش فينا وقع الا في الحفره اللي عملها لنفسه، ولو رحب صغرت قدام نفسها انا برضو كنت فاكره نفسي ان انا كبرت قوي. كبرت لدرجه ان انا ما بقتش شايفاكم. لحد ما تهت ما عرفتش ارجع. كلنا غلطنا يا سيد ودوسنا على بعض. الا احمد الوحيد اللي غلط في روحه من غير ما يغلط في حد فينا، عمره ما طلب حاجه زياده عن حقه لحد ما راح، بس علمنا حاجه خلانا كلنا نقف ونعيد الفيلم من اوله ونتفرج عليه لقطه لقطه. عشان اللي كسبان يعدي والخسران يعيده تاني. طول عمري بتفرج على الدنيا من بره، ولما افتكرت اني هكسب خسرت في ساعتها، خرجت لا ليا ولا عليا، في مكاني محلك سر. حتى لو في مكانك الحال انت محتاجه اللي يكون جنبك ويراعيك ويخاف عليك. قصدك ايه يا سيد؟ صلاح جالي وطلبك مني. مش بقول لك كده عشان تفكري ولا تحطي الموضوع في دماغك، انا بقول لك كده عشان لو عايزاني فعلا ابقى مطمن عليكي. اقبل يا رحيم، انا طول الوقت كنت فاكره نفسي ان انا كسبانه، وانا كل يوم بخسر اقرب الناس ليا. انتي لما جيت عليكي واحمد لما ما حاولتش افهمه، حتى كنت هضيع نفسي كمان عشان خاطر اقبال يا رحيم.
تخليني أحس ولو مرة واحدة إني كسبانة في حاجة قصاد كل اللي أنا خسرته في حياتي. محدش لقى الخسارة قدي لما سبت البيت ده وكشفت ظهري. نصرة دي ملهاش أي قيمة من غير إخواتها. لما رجعت هنا واتدفيت بيكم كلكم أنا بقى يا أخويا لا كنت كسبانة وخسرت ولا خسرانة وكسبت ولا حتى زي الحياة لا ليها ولا عليها. أنا ما دخلتش في السكة دي من بابها. أنا ما كنتش بتمنى من الدنيا دي غيرك يا سيد. يعني كل واحد فيكم عرف تماما ولا الجدل؟ أيوه يا أخويا العلقة كانت بالدم ومهرها غالي. عندك حق أبو النصر. أنا كده اطمنت عليكم. يعني إيه اطمنت عليك؟ ما أنت يا أخويا في وسطنا وحاسة تملي علينا الدنيا. وبرأيي يا سيد أخويا هتفارق. أنا فرحان بيكم. كفاية إن أنتوا رجعتوا واتلميتوا زي زمان. شكلكم بقى يفرح ويشرح القلب. قصدك إيه يا سيد؟ أنت ماشي؟ أيوة رحب لازم أمشي. عشان يجمع صورة حلوة زي دي. ما ينفعش بوقف جواها. طول ما انت براها ملهاش عايزه. وانا لازم امشي عشان كلكم تكسبوا. يا نهار اسود ايه اللي ممكن اكسبه وانت مش موجود؟ احمد اخوكم لما راح ادى لكل واحد فينا فرصه عشان يصلح دنيته. وانا فرصتي ان انا امشي وابعد عنكم. لا يا خي ما تعملش زي جدي وتسيب جدك. هو حصل يا ولاد جدك في ايه؟ جدي جالي وقعد معايا ووصاني عليكي وقال لي ما اقولش لحد انه ماشي ومش راجع تاني. هو انت كنت عارف يا سيد ومخبي علينا؟ امال جه ليه؟ خدنا في حضنه ليه؟ عشان ابوكم ما بقاش قادر يعيش عيشه غير اللي شافها في السجن. عايز ابقى لوحده. وانت هترتاح لو بعدت عني؟ روحت فريقنا يا نصر لو بعدت عنكم. موجة خلصت بس اللي وراه مش هحلوني. واول ناس بتقع في رجلينهم انتوا. بقول لك يا اخويا لو انت بتحب اخوتك بس هياخدني معاك. انا مراتك واللي يجرى عليك يجرى علي ان شاء الله حتى يموتوني. بس مش يا سيد ما تصعبهاش عليا يا ميسا. انت اللي ما تصعبهاش عليا يا سيد حرام عليك. انا ما صدقت ان احنا اتلمينا. يعني هي اسمتي على هنا تبقى اليومين دول؟ غصب عني يا ميسا. ورقتك هتجيلك عشان تبتدي حياتك ودنيتك من جديد. عدم دنيتي كلها لو انت مش فيها. ما تقولي حاجه يا نصر. ما عادش في راجل في البيت ده غيرك. رياض على قد ما تقدر بس هو الحمل يزيد عليك ياخدك وتقع وتوقع اللي حواليك. بلاش يا اخويا ما تمشيش والنبي يا سيد. احنا بنفكرك هنضيع يا سيد. ما تسيبناش يا سيد. ابوس ايدك يا سيد ما تسيبناش. دي حرب يا نصر ومحدش عارف الضربه جايه منين وازاي. لو وقفت لوحدك هيتكتروا عليك يا اخويا ولو سبتنا لوحدنا هيخلصوا علينا ويقهروا قلبك. طول عمرك واقف في ظهرنا يا سيد وبتعمل اي حاجه عشان خاطرنا. طب هنبقى في ظهرك المره دي بس والنبي بلاش تسيبنا. ما تسيبناش يا خالد ما تعملش فيها زي ما جدي عمل فيك وشيلك ومشي. انت كبرني يا سيد. جدي جدله ملوش الا ولاد جدله.